بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وتغطية خاصة لوصول أبطال إفريقيا. صباح الخير، صباح النصر، صباح العشرة. أبطال أفريقيا، النادي الأهلي نادي القرن، عمل إنجاز عظيم وعمل انتصارات مميزة، شرف الكرة المصرية ورفع راية مصر في البطولات الإفريقية. النادي الأهلي بالأمس حقق فوز كبير وعريض، أحدث ضجيج كبير في القارة الإفريقية بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هو نهائي ولا أروع ولا أعظم من كده. النادي الأهلي بيسطر تاريخ، دايما صفحات التاريخ كل يوم بتذكر النادي الأهلي بالجديد، ودائما وأبدا النادي الأهلي عنده الجديد. النادي الأهلي بيكسر أرقامه القياسية. النادي الأهلي للمرة الثالثة بيفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي. النادي الأهلي لأول نادي في القارة الإفريقية بيفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق بيكون رئيس الاتحاد الإفريقي بيمثل بلد نفس هذا الفريق وبيفوز بالكاس من خلال هذا الفريق. حصلت في 87 على الهلال السوداني وكان رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها عبد الحليم محمد. حصلت في 2008 مع القطن الكاميروني وكان رئيس الاتحاد الافريقي وقتها عيسى حياته. وحصلت في 2021 امام كايزر تشيفز وكان رئيس الاتحاد الافريقي حاليا باتريس موتسيبي. ليه؟ لان النادي الاهلي اسم كبير، النادي الاهلي بيؤمن دايما بحظوظه وعارف ان كبير القاره الافريقيه ويقدر يفوز بالبطولات عشان يسعد جمهوره في اي مكان. هي كلها ارقام قياسيه، هي كلها ارقام وتواريخ بتتحط في سجلات التاريخ، لكن بالتاكيد بعد سنوات وسنوات بنقولها للأجيال عشان يعرفوا تاريخ هذا النادي الكبير. تاريخ الأهلي دايما مكتوب، تاريخ الأهلي دايما مذكور، تاريخ الأهلي دايما موجود صوت وصورة في كل البطولات. كمان من ضمن الإنجازات والبطولات أنت بتفوز بالعشرة وبتحقق إنجاز أنك بتفوز بدوري أبطال إفريقيا يعني في ثلاث مناسبات مرتين متتاليتين، وبإذن الله في المناسبة اللي جاية تقدر تكسر رقمك القياسي وتفوز بثلاث مرات متتالية. هي كلها أرقام وبطولات وأرقام قياسية ما قدرش حد يحققها في القارة الأفريقية كلها إلا النادي الأهلي. عشان كده يومنا من النهاردة هيكون تغطية خاصة على مدار اليوم، وإحنا معاكم النهاردة منذ الساعة 8 صباحا عشان استقبال أبطال إفريقيا، استقبال أبطال البطولة العشرة، استقبال الجيل اللي إحنا امبارح كنا بنقول أو حتى أول امبارح بإذن الله الجيل ده بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 هيقدر يسطر تاريخ جديد ونحفر اسم جديد لأبطال ونجوم إن شاء الله يكملوا سلسلة الإنجازات والبطولات خلال الفترة اللي جاية. مش هيكملوا سلسلة إنجازاتهم فقط، لا، ده بيكملوا سلسلة إنجازات وبطولات عبر أجيال كثيرة، لأن النادي الأهلي دائما وأبدا أجياله متواصلة، والجيل بيسلم جيل، والأجيال كلها بتشتغل في النهاية من أجل اسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. صباح الخير، صباح النصر. إحنا ملوك كرة القدم في مصر وفي أفريقيا. النادي الأهلي بيسطر إنجازات عظيمة جدا خلال هذه الفترة. النادي الأهلي عامل بطولة يعني مش هنحكمها من خلال المباراة النهائية فقط. النادي الأهلي عامل بطولة كبيرة. البطولة الكبيرة مش في الفاينل فقط، البطولة الكبيرة في الأحداث السابقة. الفوز على سان داونز في دور الثمانية، الفوز على الترجي ذهاب وإياب في الدور نصف النهائي، أحداث مباريات دور المجموعات كلها أحداث بالتأكيد كانت واضحة جدا إن النادي الأهلي بيسعى لدوري أبطال إفريقيا والدفاع عن اللقب اللي هو فاز بيه. فاز بيه إمتى؟ في 27 نوفمبر كانت البطولة التاسعة، ودلوقتي وإحنا في البطولة العاشرة. حتى جماهير النادي الأهلي بتتكلم بينها وبين بعضها حتى على السوشيال ميديا من امبارح، إحنا فايزين بالتاسعة وفايزين بالعاشرة، أنهي أحسن التاسعة ولا العاشرة؟ لأن خدوا بالكم البطولتين في ظرف بالظبط 8 شهور، البطولتين في ظرف بالظبط 8 شهور، وبالتالي انت بتتكلم على فتره من عمر تاريخ النادي الاهلي ابدا لن تنسى، لان الفتره دي كانت كلها تحديات. التحديات مش في داخل الملعب فقط، داخل الملعب وخارج الملعب، والتحديات دي كان الرهان فيها على اسم وقيم ومبادئ النادي الاهلي. وهنا الانتصار مش انتصار في بطولة أو انتصار في ماتش وكرة قدم، لا، ده انتصار في قرار وانتصار في مبدأ وانتصار في قيم للأجيال اللي جاية تعرف إن النادي الأهلي دايما، وقبل النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي كان له دور كبير جدا
في اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي في الحفاظ على النادي الأهلي والحفاظ على شعبية النادي الأهلي والحفاظ على موروثات وتاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما وأبدا بيسعى لإسعاد الشعب المصري، بيسعى لإسعاد جماهيره العظيمة، جماهيره اللي موجودة في كل مكان، جماهير النادي الأهلي اللي بتحفر يوميا من خلال السوشيال ميديا كلام مهم جدا وموروثات تاريخية عن إنجازاتنا وانتصاراتنا وألقابنا. الألقاب مش في مركب محمد الخامس، ده في ملعب رابس. الأهلي سبق ليه الفوز على أندية جنوب إفريقيا في ثلاث مناسبات في ثلاث نهائيات، 2001 على سان داونز، 2013 على أورلاندو بايرتس، و2021 على كايزر تشيفز. لو فتحتوا كتاب التاريخ يا جماعة هتلاقوا أرقام كتير قوي، الأرقام كلها أرقام قياسية تخص النادي الأهلي، ولما بيبقى فيه رقم قياسي بيتكسر بتلاقي النادي الأهلي هو اللي كسر رقمه القياسي. ولسه أرقامنا جاية، ولسه مشوارنا طويل، ولسه البطولات جاية. اللي حصل ده من وجهة نظري وأعتقد من وجهة نظرة الجميع دي البداية، دي البداية وليست النهاية. بداية جيل هيعمل إنجازات وبطولات بإذن الله مش أقل من حوالي 7 سنين أو 10 سنين جاية، زي ما البداية كانت في 2004-2005 واستمرنا عليها لغاية 2014، فترة دوري أبطال إفريقيا، كونفدرالية، سوبر إفريقي. أنت دلوقتي بتوصل ل 23 لقب قاري، بتنافس ريال مدريد اللي عنده 26 لقب قاري، عندك سوبر إفريقي يوم 24/9 مع الرجاء المغربي، بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة مهمة جدا، بالتالي تزيد الرصيد ل 24 بطولة. عندك كأس عالم أندية، راجعين اليابان من تاني، فاكرين حكاياتنا في اليابان؟ للمرة السابعة الأهلي بيصل لكأس العالم للأندية. أي أرقام وأي إنجازات وأي انتصارات وأي نادي يقدر يحقق كل هذه الألقاب هو نادي واحد فقط، هو النادي الأهلي، بطل مصر، النادي الأهلي بطل إفريقيا، النادي الأهلي نادي القرن العشرين، وحاليا في القرن الواحد وعشرين بمسافة بعيدة عن كل المنافسين، الترجي والوداد ومازيمبي وصن داونز ثم الزمالك. ليه؟ لأن النادي الأهلي صاحب كلمة والكلمة العليا في البطولات الإفريقية. العشرة في الأهلي، العشرة في الأهلي، والتسعة كانت في الأهلي، وسلسلة بطولات وإنجازات، وقلت لكم الجمهور هيقعد يتكلم ويتنافس، العشرة ولا التسعة؟ العشرة أحلى ولا التسعة أحلى؟ ما أنا قلت لكم البطولتين مش بعيدين عن بعض، أنت بتتكلم في 8 شهور في أحداث كانت كتير وأحداث كانت مهمة. خدوا بالكم المارد الأحمر في فترة من الفترات لما تعرض سواء لظلم تحكيمي أو نتائج ما كانتش متوقعة في البطولات الإفريقية، الكل توقع أن النادي الأهلي ممكن في المشوار الإفريقي هيمر بفترة ممكن تكون صعبة، لكن هيهات النادي الأهلي بعد مباراة سان داونز قدر يعمل إنجازات وأرقام ويفوز على كل الفرق اللي عملت نتائج سلبية مع الأهلي في الفترات السابقة. احنا بنتكلم على ذهاب وإياب مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، بنتكلم على الترجي التونسي في بطولة هذا العام ذهاب وإياب، فوز في رادس وفوز في استاد السلام. أيضا سان داونز بعد ما فاز على الأهلي عام 2019 خسر مرتين متتاليتين عام 2020 و2021 في نفس الدور، الدور ربع النهائي. إذن فزت على سان داونز، فزت على الوداد، حققت فوز كبير وعريض على الترجي التونسي، وبالتالي كانت مباراة القرن 2020 أمام نادي الزمالك، وزي ما أطلقنا عليها كانت مباراة القرن، وفاز الأهلي بالقضية ممكن. إلى أن جاءت بطولة هذا العام 2021 منذ بدايتها حتى نهايتها كلها كانت دراما. النادي الأهلي لما اختار بيتسو موسيماني كان اختياره حالة طرقة، والكل اتكلم على هذا الاختيار، بس كان حالة طرقة في توقيت في رحيل مدرب، فكانت الحالة الطرقة داخل النادي الأهلي. هذه الحالة الطرقة أحدثت ضجيجا في القارة الإفريقية كلها، وأصبح تعيين بيتسو موسيماني هو بمثابة الطوارئ للقارة الإفريقية كلها. فاز على كل المنافسين، قدر يحقق إنجازات في أقل من حوالي 10 شهور، لم ينجح مدرب في القارة الإفريقية تحقيق هذه الإنجازات. بيتسو موسيماني هو متخصص في الكرة الإفريقية، اختيار الأهلي لبيتسو موسيماني لم يكن قرار ولكنه مشروع، وهذا المشروع طالما الأهلي بدأه ستسير عليه كل الأندية الإفريقية خلال الفترة القادمة. بيتسو موسيماني بيؤمن بثلاث حاجات: العمل الجاد،
والثقة والعمل الجماعي، لأنه في النهاية بيؤمن دايما أن التوفيق مهم جدا في مباريات كرة القدم، ولكن لابد أن تعمل بشكل جاد، ولابد أن يكون لديك ثقة كبيرة والعمل الجماعي لكل صفوف الفريق. من الكواليس، في إحدى الأيام أو في إحدى المرات عقب نهاية المران قبل مباراة كايزر تشيفز، كابتن محمود الخطيب كان التقى بيتسو موسيماني في فندق الإقامة عقب العودة من المران، والكلام ده بالظبط كان قبل موعد المباراة ب 24 ساعة. وسأله كابتن محمود الخطيب، بيسأل بيتسو موسيماني: محتاج شيء؟ ناقصك أي حاجة؟ كل أمورك تمام؟ بيتسو موسيماني رد بكلمة واحدة فقط، قال: عملنا كل شيء، وفي النهاية نحن الآن في إيد ربنا، بمعنى أدق لا يتبقى سوى توفيق الله. وبالفعل اشتغل وعمل بشكل جيد وصنع دور جماعي لكل عناصر الفريق، وفي نفس الوقت كان عنده إيمان بحظوظه وطموحه مع النادي الأهلي، وبالتالي مع كل هذه العناصر كان لابد أن يحالفوا التوفيق في نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن في الكواليس لما الكابتن محمود الخطيب يكون قريب من أعضاء الجهاز الفني واللعيبة بهذا الشكل، وفي كل يوم سؤال: محتاجين حاجة؟ ناقصكوا حاجة؟ ده أكبر تحدي وأكبر دافع لكل عناصر الفريق ولكل أعضاء الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني اللي زي ما قلت لكم، رغم أن كان تعيينه حالة طارئة في النادي الأهلي، لكن هذا الاختيار هو أحدث ضجيجا في القارة الإفريقية، وعمل حالة طوارئ في كل الأندية الإفريقية. حقق مع الأهلي 9 وفاز بال10 وبيفكر في ال11، وإن شاء الله بإذن الله هيشتغل على الدوري العام بدءا من يوم الخميس القادم. النادي الأهلي زي ما قلت لكم 10 دوري أبطال إفريقيا، وقلت لكم في 3 مناسبات لما فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، سواء على الهلال السوداني أو القطن الكاميروني أو كايزر تشيفز، كان بيسلم الأهلي الكاس رئيس الاتحاد الإفريقي اللي بينتمي لكل دولة من هذا الفريق. السوداني عبد الحليم محمد عام 87، عيسى حياته 2008 لما الأهلي فاز على القطن الكاميروني، وباترس موتسيبي 2021. ركزوا في التفاصيل الصغيرة أو العناصر المهمة دي يا جماعة، لأن أنت لما تيجي تفتح كتاب التاريخ أو عناصر التاريخية للنادي الأهلي لازم تركز في كل التفاصيل دي، وتبص في الأرقام بتاعتك، وتعرف أنت فزت بدوري أبطال أفريقيا كم مرة، مين رؤساء الكاف اللي كانوا على مدار السنوات بيسلموا الأهلي البطولات، وكان الأهلي بيواجه مين في المنافسين في الفترات السابقة. كمان لما الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا، فاز بدوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات على فرق جنوب إفريقيا، فاز بدوري أبطال إفريقيا على فرق تونسية، ومش مرة، مرة واتنين. الأهلي فاز على الترجي 2012، وفاز على الصفاقسي 2006، وفاز على النجم الساحلي 2005. يعني بمعنى أدق لولا الأهلي لكان لأندية كثيرة شأن كبير في القارة الإفريقية، سواء الأندية التونسية أو الأندية الجنوب إفريقية. فبالتالي عليك أنت كمشجع للنادي الأهلي أن تفخر بهذا الفريق، أن تفخر بهذا النادي، هذا الكيان الكبير اللي بيرفع اسمك في كل مكان وبيرفع أسهمك في أي مكان. والمشجع الأهلاوي يا جماعة لما بيروح في أي حتة وهو مرتدي أو بيرتدي تيشيرت الأهلي، الناس كلها بتشاور عليه: مشجع النادي الأهلي، مشجع نادي القرن. عشان كده احنا كلنا بنسخى، بيبقى سعداء وبنبقى عندنا سعادة كبيرة جدا بالانتصارات اللي بيحققها الأهلي في البطولات الإفريقية، وتحديدا في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي بيستعد لكأس العالم للأندية إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم، كأس العالم في اليابان بنفس النظام القديم. عندنا سوبر إفريقيا كمان شهرين مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، هذا الفريق القوي، الفريق اللي يعني خدنا من أبرز نجومه وأحد عناصره بدري بنون، أجمل هدية النادي الأهلي بالتأكيد خدها من نادي الرجاء المغربي. بدري بنون عامل نتائج مميزة جدا، ولو تتذكروا نقطة مهمة جدا بخصوص بدري بنون: سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، مباراة الرجاء والزمالك واللي انتهت بفوز الزمالك في مركب محمد الخامس على الرجاء بهدف مقابل لا شيء. بدري بنون كانت آخر مباراة لي مع نادي الرجاء، والتقطت لي وقتها بعض اللقطات وهو بيودع ملعب محمد الخامس اللي شاهد فيه صولات وجولات وتاريخ بدري بنون مع نادي الرجاء العالمي زي ما بيطلقوا عليه طبعا في المغرب. نادي الرجاء من الأندية الكبيرة المحببة طبعا لجمهور النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي. بعد هذا الحدث الكل قال لي: بدري بنون انت هتلعب في الأهلي، وبإذن الله إن شاء الله السنة الجاية تكون حامل دوري أبطال إفريقيا. لكن لما جه انضم للأهلي كان موجود في ماتش الزمالك من خارج الملعب، لأنه كان طبعا ما كانش لسه تأيد،
وبعد المباراة ارتدى ميدالية من أحد اللاعبين، والكل وقتها قال بدري بنون في أول يوم داخل النادي الأهلي لبس الميدالية الذهبية دوري أبطال إفريقيا، والكل قال له السنة الجاية إن شاء الله هيكون معاك الميدالية الذهبية وأنت حامل كأس إفريقيا. وبالفعل مرت الشهور والأيام، ومن بعد 27 نوفمبر يأتي يوم 17/7 ويحمل بدري بنون كأس إفريقيا والميدالية الذهبية. بدري بنون من اللاعبين القلائل اللي فاز بمعظم أو كل البطولات الإفريقية، دوري الأبطال مع الأهلي، كأس الكونفدرالية مع الرجاء، كأس السوبر مع الرجاء، وكأس الأمم الإفريقية للمحليين مع المنتخب المغربي. إذن النادي الأهلي عنده مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، مش بتكلم على بدري بنون بس، ده كمان عندك علولو علي معلول نجم المنتخب التونسي اللي كان حلقة وصل جميلة جدا بين الأهلي ومع العديد من الجماهير التونسية والأندية التونسية. علي معلول أتذكر عام 2006 كان موجود من ضمن اللاعبين الصغار اللي كانوا موجودين خلف المرمى بيحملوا الكرات، وكان ساعتها لسه لاعب صغير من ضمن البراعم والناشئين في نادي الصفاقس التونسي. بعد سنوات انضم للأهلي وفاز بدور أبطال إفريقيا مع الأهلي. كل لاعب موجود في أنحاء القارة الإفريقية عنده طموح، طموح الأول والأخير أن يكون موجود في نادي القرن، لأنه هو موجود في نشأته أو حتى وهو موجود مع فرقته بيطمح في الفوز بدورة أبطال إفريقيا. من الممكن أن يجد صعوبات، لكنه عندما ينضم للنادي الأهلي هذه الصعوبات بتبقى بطولات وإنجازات. وأديلكم أمثلة بدري بنون وعلي معلول وأكثر من مثال خلال السنوات السابقة. طيب النادي الأهلي يا جماعة انفرد بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري في عام 2014 برصيد 19 بطولة بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي. وقتها تفوق على الميلان وبوكا جونيورز الأرجنتيني أصحاب 18 بطولة. طيب دلوقتي ريال مدريد عنده 26 بطولة، النادي الأهلي طبعا عنده 23 بطولة، بعد زيادة البطولة بتاع الدورة أبطال إفريقيا بقى عند الأهلي 23 بطولة. بتتبقى مباراة السوبر الإفريقي بإذن الله يقدر يقرب الأهلي ب 24 بطولة. هيقول لي او الناس هتطلع دلوقتي تقول لي طب ما هو لسه في بطولتين واكيد الريال السنه الجايه ممكن يعمل حاجه في دوري ابطال اوروبا فالمنافسه هتبقى صعبه. كاس العالم للانديه ومحدش يقول لي الطموح مش هيبقى عالي قوي كده يا جماعه، لا ده مش طموحي انا بس، مش هقول لكم هي مفاجاه، بس بيتسو موسيماني لما تعاقد مع النادي الاهلي ما كانش طموحه دوري ابطال افريقيا، طموحه كان كاس العالم للانديه. الناس هتقول لي يعني ايه كاس عالم انديه، انا عايز يوصل لايه؟ بيتسو موسيماني طموحه مع النادي الاهلي يفوز بكاس العالم للانديه. الناس تقول لي ما تبالغش، والله مش ببالغ، هو طموحه كده، هو تعاقده كده مع الاهلي عايز يفوز بكاس العالم للانديه، عامل طموح لنفسه ان هو عايز يحقق تارجت محدش قدر يحققه قبل كده، عشان كده هو ناجح مع الاهلي. فلما اقول 23 بطوله وعندنا سوبر 24 ومش بعيد يكون في كاس عالم 25 ما تستغربوش، كل شيء وارد. وطالما انت عندك مدرب طموح ونادي بيحقق كل الأهداف وبيوفر كل الظروف، لما لا؟ إن شاء الله بإذن الله تكون القرعة معنا في كأس العالم للأندية مناسبة ويقدر الأهلي على الأقل يصل للمباراة النهائية، وبإذن الله إن شاء الله كل شيء يكون بتوفيق ربنا ويقدر بيتسو موسيماني يحقق الطموح اللي هو حاليا مكتوب على الورق في العقد ويفوز بكأس عالم أندية. يقدر بإذن الله إن شاء الله ويقدر مع النادي الأهلي يحقق إنجازات وإنجازات الفترة اللي جاية، لأن الكيمياء بصراحة راكبة. خدوا بالكم بيتسو موسيماني من شهر 10 2020 لغايه 7 2021، بنتكلم في 9 شهور، لغايه اللحظه دي السكواد اللي موجود بنسبه 90% هو اللي شغال عليه من الفتره السابقه من ايام ريني فايلر، لسه ما حطش التاتش او لسه ما حطش ايده بقى في المطبخ في فكره بقى الصفقات والكواليتي اللعيبه الفتره الجايه، لان ده المشروع اللي بنشتغل عليه الفتره الجايه، تقدر تجيب كواليتي لعيبه على اللعيبه المميزه اللي عندنا، لعيبه صغيره في السن، لعيبة أجانب تكمل معاك الفترة الجاية. أنت طموحك تفوز بكل البطولات، طموحك تكون موجود في كأس العالم للأندية بشكل مستمر، كده كده المشوار المحلي أنت بتسعى للفوز بالدوري والسوبر وكأس مصر، والحمد لله ربنا بيكرمنا بنسبة كبيرة جدا كل سنة في الدوري المحلي، لكن طبعا دلوقتي النادي الأهلي رايح في مستوى تاني خالص وهي البطولات الإفريقية. 10 دوري أبطال، والله أعلم السنة الجاية ممكن تكون دور السوبر الإفريقي إن شاء الله بإذن الله. نختم دوري أبطال إفريقيا وإحنا حققين هذا اللقب الكبير، ونستعد بقى لبطولة كبيرة، البطولة الكبيرة دي هتكون مستوى مختلف،
والمستوى المختلف ده لما بتتكلم عن بقى تصنيف ومعايير وأندية شعبية وبطولات ومصاريف والكلام ده كله وميزانيات ورخصة أندية محترفة، مش هتلاقي أفضل من النادي الأهلي إنه يكون مؤسس لأهم دوري وأكبر دوري في القارة الإفريقية، هو دوري السوبر الإفريقي اللي الاتحاد الإفريقي أعلن عن تنفيذه في المكتب التنفيذي أول أمس، وخلال الشهور القليلة القادمة هيكون في دراسة جادة لشكل هذا المشروع وإعلانه من خلال لجنة الأندية والمكتب التنفيذي خلال الشهور القليلة القادمة. طيب في كمان برضو كلام مهم جدا بخصوص هذه المباراة وتصريحات أو العناوين اللي نزلت في صحف جنوب إفريقيا. طبعا صحف جنوب إفريقيا يمكن الناس تقول لي ما أنت كايزر تشيفز خسر فبالتأكيد تناولها للمباراة ممكن يكون في ظروف معينة أو كلام معين. لا، الناس في جنوب إفريقيا يا جماعة بتتعامل باحترافية في أيا كان الحدث اللي بتتعامل معاه، سواء لفرقتها هي كسبانة أو خسرانة، وهتشوفوا ده معايا. صحيفة كيك أوف أشادت بالدور اللي بيقدمه بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي منذ أن تولى القيادة الفنية لفريق نادي القرن. قال إن قاد الأهلي للفوز ببطولة قارية جديدة، وهذه المرة على حساب فريق بلده كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد. كايزر تشيفز يا جماعة بالمناسبة أكبر نادي ليه شعبية وجماهيرية في جنوب إفريقيا. الناس تقول لي بس سان داونز هو اللي موجود على طول ومتمرس في دوري أبطال إفريقيا وبنشوفه أكتر من كايزر تشيفز. أوكي، ده موجود خلال السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة، لكن بتكلم على المستوى التاريخي أو على المستوى الجماهيري أو على المستوى الشعبية، كايزر تشيفز شعبيته في جنوب إفريقيا كبيرة جدا. يعني ملعب سوكر سيتي أو البنك الوطني في جوهانسبرج لما بتكون فيه مباراة لكايزر تشيفز قبل جائحة الكورونا، الملعب مش أقل من 70-80 ألف، فشعبية جارفة بشكل غير طبيعي. فالنهاردة الصحف في جنوب إفريقيا بتتكلم عن إنجاز الأهلي، بتتكلم عن مدرب الأهلي لأنه بالمناسبة هو أحد أبنائهم مستر بيتسو موسيماني. طيب صحيفة سكر، طيب خبر عاجل قدامي، وصول لطائرة النادي الأهلي، وصول لطائرة أبطال العشرة، وصول لطائرة أبطال إفريقيا إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 5 ساعات ونصف من مطار محمد الخامس في كازابلانكا إلى مطار القاهرة الدولي. عقب المباراة مباشرة بالأمس الفريق توجه إلى مطار محمد الخامس وأنهاءت كل إجراءات السفر، وقدامكم على الشاشة استقبال طبعا فريق النادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي. أبطال إفريقيا وصلوا إلى أرض الوطن حاملين كأس إفريقيا. هذه الإنجازات وهذه البطولات يا جماعة كنا مفتقدينها خلال السنوات السابقة. قدامنا طبعا زي ما انتم شايفين على الشاشة أفراد الجهاز الفني، الكابتن سيد عبد الحفيظ، دكتور محمد سراج، كابتن أمير توفيق، كابتن سامي أمصان، كيفن جونسون، بيتس وموسيماني. شايفين طبعا وصول البعثة بالكامل إلى مطار القاهرة الدولي، وسعادة كبيرة جدا بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. هذه اللقطات خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي لوصول بعثة فريق النادي الأهلي بعد إنجاز طيب وإنجاز كبير، الفوز بدوري أبطال إفريقيا البطولة العشرة. نادي القرن دايما بيسطر التاريخ، كتاب التاريخ دايما بيفتح صفحاته لكتابة إنجاز جديد من إنجازات النادي الأهلي. علي معلول علولو دوري أبطال إفريقيا معلول سنتين متتاليتين مع النادي الأهلي. صحف التونسية وكل الإذاعات التونسية منذ الأمس بتتكلم عن إنجاز علي معلول مع النادي الأهلي، فرحتهم بعلي معلول مع النادي الأهلي، فرحة المغاربة كمان بوجود بدري بنون. وعايز أشيد يا جماعة برضو بحاجة مهمة جدا لازم ألقي الضوء عليها عشان جمهورنا برضو يبقى عارف الكواليس. كل التحية والتقدير للشعب المغربي الشقيق ولكل الزملاء الإعلاميين في المغرب على الحفاوة وعلى الاستقبال وعلى الكلام العظيم اللي اتقال في حق النادي الأهلي خلال ال 72 ساعة اللي فاتت. منذ أن وصلت البعثة إلى مطار محمد الخامس ما في كلمة بتتكتب في جرنان، ما في كلمة أو تعليق بيتقال في إذاعة أو حتى في تلفزيون إلا والإشادة بالنادي الأهلي، الإشادة بإنجازات النادي الأهلي، الإشادة بنظام ولاعبي النادي الأهلي. الصحف المغربية والزملاء في المغرب والجمهور المغربي كان موجود مع فريق النادي الأهلي لحظة بلحظة بيأزروا وبيسندوا وبيشجعوا البطولة في المغرب، لكن كانوا سعداء بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. بدري بنون سعداء بوجوده مع النادي الأهلي وفوزه بدوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة بدري بنون ما رجعش مع البعثة، بدري بنون يمكن موجود في المغرب واخد أجازة حوالي 24 ساعة 48 ساعة ويرجع إن شاء الله للقاهرة عشان الفترة القادمة، لأن عندنا ضغطة مباريات في الفترة القادمة بالتأكيد مهمة جدا،
وفرق النقاط مع نادي الزمالك في الدوري العام مهم جدا ننتصر في المباريات القادمه، لكن طبعا الفريق ياخد نفسه النهارده ومن بكره يكون في استعداد لمباريات الدوري. قدامنا بعض اللقطات طبعا اللي شفناها من وصول الفريق، الحمد لله اطمئنينا على وصول البعثه بالكامل الى مطار القاهره الدولي، ابطال افريقيا، نادي القرن. وفي فترات سابقه يمكن انا عشت لحظات زي دي. انا فاكر في مره وهم راجعين من اليابان الاتوبيس المكشوف لما مر في شوارع القاهره، دوري ابطال افريقيا لما الاهلي عاد من تونس بعد الفوز على الصفاقسي عام 2012، الفوز على الترجي عام 2013، الفوز في استاد المقاولين بحضور مش اقل من 50,000 متفرج. محمد هاني عاد من الاصابه لكن في نفس الوقت موجود اكرم توفيق. ميزه الفريق البطل الاساسي زي الاحتياطي، واللقطه دي محمد محمود وكريم ندفيد، خدوا بالكم هم مقيدين في القائمه الافريقيه عشان كده امبارح كانوا موجودين وبيستلموا ميداليات، لكن تخيلوا لعيبه مصابه بقالها فتره، شوفوا بقى الروح الجميله اللي جوه النادي الاهلي. لعيب ممكن يكون مصاب سنه وسنتين ممكن ما تصبرش عليه، لكن ايمانك باللعيب ده وانك بتقف في ظهره لغايه لما يقف على رجله، ده اللي حصل داخل النادي الاهلي مع كريم ندفيد ومع محمد محمود. اتنين لعيبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى القروي وعلى المستوى الاخلاقي على اعلى مستوى، فكان لازم تقف في ظهرهم لغايه اخر لحظه، والتكريم كمان ليهم عشان هم يرجعوا ويكونوا جاهزين للفتره الجايه مع البعثه في المغرب. مش هيلعبوا الماتش، مقيدين في القائمه الافريقيه لكن مش هيلعبوا الماتش، لسه مش جاهزين، لكن طلعوا على المنصه واستلموا الميداليه. أليو ديانج الدبابه البشريه عامل شكل رائع في وسط الملعب. سكواد النادي الاهلي 30 لاعب على اعلى مستوى، حمدي فتحي، عمرو السوليه، عمرو السوليه يا جماعه ركزوا في اداء عمرو السوليه، لعيب فنان. وليد سليمان من اللعيبه الخبره اللي مهمه جدا داخل النادي الاهلي. وليد سليمان من اللعيبه اللي وجودها داخل النادي الاهلي او مع النادي الاهلي في اي بعثه حتى لو مصاب مهم جدا، لان انت في بعض الاحيان بتحتاج اللعيب الخبره دي في ظروف كتير وفي ظروف مهمه. في بعض الاحيان وفي بعض الظروف وانت في مباريات صعبه في دوري ابطال افريقيا محتاج كلمه من لعيب كبير كان موجود مع جيل عظيم منذ حوالي 9 سنين او 10 سنين، ومش هننسى هدف وليد سليمان مع الترجي التونسي عام 2012. فبالتالي قائمه الاهلي زي ما انتم شايفين اللعيبه قدامنا على الشاشه، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد هاني، كيفن جونسون، احمد فوزي، كابتن احمد فوزي مدير داري جونيور، اجاييه، علي لطفي، كابتن ماهر عبد العزيز، محمد محمود، كريم ندفيد، علي معلول، الشيف محمد الدالي من الناس اللي موجوده برده دايما مع الاهلي في كل الرحلات الخارجيه، دكتور وفائي اخصائي العلاج الطبيعي، كابتن بيتسو موسيماني، كابتن سامي قمصان، كل واحد يا جماعه ليه دور مهم جدا داخل صفوف الاهلي، وكل واحد بيشتغل في الجزئيه اللي فيها تخصصه، ومحدش يتخيل ان فريق بينجح بسبب هدف لاعب او فكر مدرب بس، لا هو عمل جماعي. انت بتسافر رحلات في افريقيا بتواجه صعوبات كبيره، معاك كشيف بيحضر لك كل الامور الخاصه بالاطعمه، والرحلات الافريقيه بيبقى فيها صعوبات كبيره جدا، انت لو مش معاك طباخ او معاك شيف في الرحلات ديت هتواجه صعوبات كبيره جدا، وممكن ده ياثر كمان. استقبال دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حالا على الهواء مباشره لبعثه النادي الاهلي في مطار القاهره الدولي، واستقبال طبعا كبير جدا واستقبال طيب من وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي للاعبي النادي الاهلي، وتحيتهم على الانجاز الطيب والانجاز الكبير. هذا الانجاز اللي في المقام الاول هو انجاز لمصر، انجاز للكره المصريه، انجاز للرياضه المصريه. باقات الورد وبوكيه ورد بالتاكيد من وزير الشباب والرياضه وكل الجهات المسؤوله طبعا، ووجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على راس البعثه، وكل اعضاء مجلس الاداره الاستاذ العامري فاروق، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ المحاسب طارق انديل، المهندس محمد سراج، الاستاذ محمد الجرحي، كل الناس كانت موجوده وكل الناس كانت مسافره وعندها تحدي ان تكون موجوده في صف الفرقه، موجوده مع الفرقه صوره جماعيه. مهندس هاني ابو ريده كمان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وكان موجود في اجتماعات الاتحاد الافريقي خلال ال 48 ساعه الماضيه، وعاد مع بعثه الاهلي في الرحله اللي وصلت الحمد لله منذ قليل. زي ما قلت لكم هو انجاز للجميع، انجاز للرياضه المصريه، انجاز للكره المصريه، الكل فرحان والكل سعيد، ويا رب الانجاز ده بقى كمان يكون ليه اثر طيب على منتخبنا الاولمبي اللي هيبدا ان شاء الله منافسات دوره طوكيو خلال الايام القليله القادمه. هو دايما النادي الاهلي بيكون عنوان وصوره
طيبة لمصر في البطولات الإفريقية والبطولات الدولية، وإن شاء الله يكون الشكل ده والصورة دي في الفترة اللي جاية تنعكس بقى على المنتخبات وعلى الأندية في الفترة القادمة. استقبال طيب جدا من وزير الشباب والرياضة. زي ما قلت لكم الانتصار اللي اتحقق النهاردة ده مش انتصار للأهلي فقط، انتصار لمصر كلها، انتصار بينعش الرياضة المصرية، بيخلي الكل هو شغال في الرياضة وفي الكورة يكون عنده بقى ايه الفترة الجاية ازاي يشتغل عشان نرجع تاني للإنجازات، نرجع تاني للبطولات، منتخبنا الوطني يرجع تاني للمنصات التتويج في كأس الأمم. سعد سمير كأحد كباتن الفرقة موجود طبعا وبيلقى التحية من وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لكم طبعا مصطفى شوبير 2 ميدالية ذهبية، 2 دور أبطال إفريقيا في عامين متتاليتين، وتسليم طبعا بوكيه الورد لكل أفراد اللاعبين. نور عامل المهمات المسؤول عن التعقيم، والتر بواليا نجم النادي الأهلي واللاعب المهاجم الكونغولي، أيمن أشرف، محمود وحيد، حسين الشحات اللي استعاد مستواه وظهر بشكل طيب في الفترة الأخيرة، وبيتسو موسيماني عارف إمكانيات حسين وصبر عليه كتير، والجمهور لازم يصبر عليه ويصبر على لعيبة النادي الأهلي لأن عندهم الكتير الفترة الجاية، وشايفين طبعا السعادة والحب بين الجميع. دكتور عمرو محب مترجم الفريق، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة والدور الكبير اللي قايم بيه مع النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، ومنظومة العمل الجماعية داخل النادي الأهلي سواء لجنة التخطيط، مجلس الإدارة، الجهاز الفني واللاعبين، الكل بالتأكيد شغال بشكل طبيعي عشان نشوف الصورة الجميلة دي. موسي محلل الأداء والشغل العالي لتحليل أداء الفرق، فرق المنافسة، محمد مجدي قفشة القضية، اللاعب اللي قدر في خلال سنتين يحقق إنجازات للاعبين، يعني لعيبة قعدت 6 سنين و10 سنين ما حققتش هذه الإنجازات، مجدي قفشة في سنتين قدر يحقق إنجازات، وده إن دل على شيء بيدل على لاعب عنده إمكانيات طيبة ونية صافية عشان يقدر ينجح مع النادي الأهلي. يوشا محلل الأداء، محمود كهربا الفولت العالي مع النادي الأهلي، 2 دوري أبطال إفريقيا كهربا مع الأهلي في سنتين متتاليتين، اختياره كان اختيار مميز. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والدور المهم جدا للجهاز الطبي. ياسر إبراهيم اللاعب اللي وقت ما تحتاجه تلاقيه في أي لحظة موجود في الملعب جاهز. محمود متولي ترجع إن شاء الله الفترة الجاية ونشوفك في الملعب، لاعب مهم جدا. طارق مسؤول التأهيل وأخصائي التأهيل في الجهاز الطبي. عمرو السولية المايسترو وسط الملعب، عمرو السولية من اللعيبة ممكن الناس مش واخدة بالها من المجهود اللي بيأديه لكن لاعب مميز جدا. سمير عدلي الكابتن سمير عدلي المدير الإداري وصاحب التاريخ الطويل في العمل الإداري، الكابتن سمير عدلي. كابتن ماهر عبد العزيز إداري فريق النادي الأهلي، إنجاز طيب جدا زي ما قلت لكم على جميع المستويات، بنتكلم على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى الطبي وعلى مستوى اللاعبين، على كل مستويات أنا بتابع معاكم اللقطات، يعني شايفين لقطات مميزة جدا من وصول بعثة النادي الأهلي، لقطات دي كنا مفتقدينها في السنوات الأخيرة. طبعا الموسم الماضي كان عام 2020 الفاينل كان موجود في استاد القاهرة، فما كانش فيه بقى استقبال في المطار وبوكيه ورد والكلام ده، لكن بنستعيد هذه اللقطات النهاردة بعد ما افتقدناها منذ حوالي 7-8 سنين. آخر بطولة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا خارج مصر كانت 2012، 2013 كانت في مصر استاد المقاولين العرب ماتش أورلاندو بايرتس والأهلي، 2014 سيو سبورت والأهلي على استاد القاهرة، فبالتالي آخر بطولة الأهلي جابها من بره مصر كانت عام 2012 على الترجي التونسي، وكان استقبال عظيم جدا، لكن الاستقبال اللي محدش يقدر ينساه، واتمنى يا رب بإذن الله لما الأهلي يرجع من اليابان في ديسمبر القادم يكون على نفس شكل الاستقبال اللي كان موجود في عام 2006 بعد إحراز البرونزية. الأهلي عنده 2 برونزية في كأس العالم للأندية ورايح اليابان إن شاء الله بإذن الله يسعى للمباراة النهائية لما لا فضية أو ذهبية. بيتسو عنده طموح وكلنا وراه وفي ظهره وبنشوف الطموح أهو دمكم في الصورة، بيتسو موسيماني مع دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب، وتحية كبيرة جدا، ووزير الرياضة بيستقبل البعثة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة. إنجاز طيب جدا، حالة من السعادة اللي هتكون موجودة في الشارع المصري. العيد عيدين، عيد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وعيد الأضحى المبارك طبعا، كل سنة وكل الشعب المصري وكل الأمة العربية بخير وسلام دايما يا رب. فرحة كبيرة جدا، أستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حريص كمان ويكون موجود في مطار القاهرة لاستقبال البعثة، الكل على قلب رجل واحد لتحقيق إنجازات طيبة لإسعاد الجماهير الأهلوية في كل مكان، والكل فرحان بالنتائج الطيبة اللي بتتحقق خلال هذه الفترة. زي ما قلت لكم جمهور الأهلي فرحان، جمهور الأهلي سعيد، ومن حق جمهور الأهلي يكون فرحان وسعيد لأن جمهور الأهلي فضل في ظهر الفرقة في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل موقف،
وفي بعض الفترات في جماهير، وانا شفت ده حتى في انديه اوروبيه كتير، في جماهير ممكن مع الوقت نتيجه خساره بطوله بسبب قرار يتغير بقى تشجيعها، تروح تشجع نادي تاني، انتمائها للنادي ما يكونش زي الاول. لكن جمهور النادي الاهلي بالنسبه له النادي الاهلي ده حاله خاصه. انتوا بتتكلموا عن جزء من المجتمع، جزء من حياتك الشخصيه. انت النهارده صاحي الصبح فرحان لان النادي الاهلي كسب امبارح، لو لا قدر الله كان خسر كنت هتصحى النهارده المود بتاعك مش كويس. انا بقول لكم على حاله انا بعيشها وكل الناس بتعيشها وكلنا عارفين ده. النادي الاهلي لما بيكسب شوف حاله السعاده بتبقى عند الشعب المصري في اليوم التالي بيبقى عامله ازاي. الناس بتبقى فرحانه، المود العام في الحياه اليوميه بيبقى مختلف. انت صاحي ايا كانت المشاكل اليوميه اللي عندك، والله العظيم الناس بتنسى كل ده لمجرد بس ان الاهلي كسب. طب اقول لكم على حاجه، كلكم شفتوا خلال اليومين اللي فاتوا الجمهور ازاي كان بيدعم الفريق. لكن لفت انتباهي في التدريبات ولفت انتباهي في مباراه الامس والمباراه بدون جمهور، اتنين من جمهور الاهلي كان دايما حريص اثناء ما كانت المباراه بجمهور يحضر دايما كل ماتشات الاهلي، احمدي وعمر. قطعوا مسافات من اوروبا للوصول للمغرب ومش ضامنين يحضروا الماتش ولا يخشوا المغرب او يشوفوا الاهلي، بس خدوا الريسك. ليه؟ عشان يكونوا موجودين في ظهر الفرقه. انا بعتبر الاثنين دول امبارح كانوا بيمثلوا كل جمهور الاهلي، تشجيعهم في الملعب، تشجيعهم في التدريب، وجودهم في الاوتيل، وجودهم في ملعب المباراه واللافتات والاعلام اللي كانت موجوده. وراك يا اهلي فين مطروح؟ الجزئيات الصغيره دي ما ينفعش نعديها، هي دي عظمه جمهور الاهلي. ان المباراه دي لو كانت بحضور جمهور والله العظيم ما كان، يعني على الاقل كان هيحضر مش اقل من 20-30 ألف متفرج اهلاوي في مركب محمد الخامس. فكان لازم اشيد بدور الجمهور واشيد بالموقف اللي حصل من بعض الاشخاص وبعض الجماهير اللي سافرت مسافات طويله عشان تحضر وتشجع الاهلي، وواخده ريسك كبير جدا عشان تقف في ظهر الفرقه في مباراه زي ديت. والحمد لله الريسك ده كان في نهايته سعاده وفرحه بالفوز بالعشر. طيب محتاجين نعرف كواليس اكتر ونطمن، واحنا في هذه اللحظات طبعا في مطار القاهره الدولي. اروح لزميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي عقب الوصول من مطار القاهره الدولي عشان نطمن منه ونعرف بقى كواليس الوصول والزياره، وزي ما شايفين قدامنا طبعا استقبال وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لبعثه النادي الاهلي. كريم مساء الخير والحمد لله على السلامه. شكرا عليك زميلي العزيز محمد، ومبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي، والله يسلمك. طبعا يعني فرحه كبيره الحقيقه شفناها وحضرناها وحسيناها، ويعني اكيد الكل كان بيستمتع بفريق النادي الاهلي الحقيقه في المباراه النهائيه، واكيد الجمهور كان هيبقى ليه دور كبير. عدد كان بسيط، 3 أفراد أو 4 أفراد يا محمد، يمكن اللي جاي من هولندا واللي كان جاي من امريكا لمؤازره فريق النادي الاهلي. لكن الحقيقه لعيبتنا الحمد لله رجاله، وطول عمر لعيبه النادي الاهلي رجاله رغم كل الصعوبات الحقيقه الفتره اللي فاتت، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي وهو ده مجلس الاداره. احنا انت شايف محمد طبعا معاك لحظه بلحظه، وكنا بنتابع معاك برسائل الخاصه طبعا من المغرب. احنا مجرد وصولنا طبعا لقينا في استقبالنا الحقيقه كل قيادات المطار طبعا متواجده، طبعا يعني استقبل فريق النادي الاهلي مع كابتن محمود الخطيب الوزير اشرف الصبحي طبعا اللي حرص ان هو يكون متواجد يسلم على اللعيبه بالكامل، وحرص طبعا ان هو يهني الكابتن محمود الخطيب. اجواء كانت رائعه جدا يا محمد، وصداها بقى هيفضل مستمر الحقيقه مع فريق النادي الاهلي لمده 48 ساعه ومع الجمهور ومع كل الامور دي، لان احنا لسه كمان ما خرجناش بره المطار. وعلى ما اعتقد يعني في بعض الجماهير طبعا وبعض محبي النادي الاهلي بيتمنوا ان هم يقربوا من المطار، لكن انت عارف التشديدات الامنيه كبيره جدا هنا في مطار القاهره. لكن الحمد لله وصلنا بسلامه الله، ويمكن لسه شايف كمان الدكتور سعد شلبي اللي قام بعمل المدير التنفيذي طبعا في النادي الاهلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ في هذه اللحظات. فرحه كبيره يا محمد، وحلم كان كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب يا رب يتكرر اكتر من مره، وال11 وال12 يا رب. احنا جمهور النادي الاهلي طماع، وانت عارف يا محمد كل بطوله تنتهي بيبدا النادي الاهلي يفكر في البطوله اللي بعدها، فيا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. طيب وانتوا راجعين يا كريم من المغرب، رحله السفر بقى والكواليس، في لعيبه طبعا موجوده في المغرب عشان رايحه طوكيو، 4 لعيبه من النادي الاهلي رايحه للمنتخب الاولمبي. بدري بنون موجود في المغرب طبعا واخد اجازه وهيرجع خلال الساعات اللي جايه. رحله الطياره بقى، الكواليس، الاجواء، الكلام اللي كان بيتقال النهارده عقب الوصول، يعني عايشنا كده معاك فرحه الجهاز واللعيبه والاداره بالعشره وبدوري ابطال افريقيا. الحقيقه محمد فرحه كانت كبيره جدا بقى بغرفه الثلاث ملابس لعيبه النادي الاهلي، ويمكن كل تابعها الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي الفرحه كانت كبيره. وصلنا مطار
الدارة البيضاء، كل أشقائنا المغاربة الحقيقة عايز أوجه لهم كل التحية الحقيقة على مساندتهم، جمهور رجاء، جمهور وداد، أشقائنا المغاربة، أي حد متواجد كان بيدعم النادي الأهلي وبيشجعه وبيحفزه بشكل كبير جدا. لعيبة فرحت، كل اللعيبة الحقيقة كانت في قمة، عارفين كم الضغط الكبير اللي كان فيه للنادي الأهلي وكم الصعوبات من مباريات وطالعها مباريات عديدة، وان احنا نصل لمباراه في بنلعب في المغرب مباراه وحيده مباراه فاصله، فيمكن الفرحه كانت كبيره جدا. يمكن تعرف محمد طبعا الرحله بتستغرق 5 ساعات، الحمل كان كبير والمجهود كبير، اللعيبه يمكن قدرت ان هي تفرح ساعه او اكثر من ساعه كده في الطائره، ثم الباقي طبعا كل اللعيبه خرجت من النوم لان يمكن المجهود كان كبير جدا للعيبه النادي الاهلي والتركيز كبير، لكن فرحه كبيره وفرحه مهمه لكل اللاعبين، ويا رب ان شاء الله ما يحرم جمهور مصر ولا يحرم جمهور النادي الاهلي من الفرحه الكبيره اللي بيعيشنا فيها لعيبه النادي الاهلي. طيب بدري بانون زي ما قلت واخد اجازه وهو لسه مقيم في المغرب او هيقعد في المغرب؟ محمد بدري بانون متواجد في المغرب، ويمكن لاعبتنا طبعا الشناوي واكرم وطاهر وصلاح طبعا لم يعودوا معنا على متن الطائره الخاصه، توجهوا مباشره مع المدير الاداري للمنتخب الاولمبي الى طوكيو ان شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق يا رب لعيبه النادي الاهلي ولعيبه المنتخب بالبيئه الكامل، لكن الامور الحمد لله مع اللاعبين اطمنا حتى عليهم محمد، اصابات حد مصاب حد بيشعر باجهاد اي حاجه قبل ما يكونوا بيغادروا طبعا مع رئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله، فالامور الحمد لله طيبه جدا. بدري بانون متواجد في المغرب، لاعبي المنتخب سافروا الى طوكيو، ولاعبتنا عادت بسلامه الله الى القاهره. انا عايز اقول لك محمد كمان يمكن 48 ساعه اللي جايين هتكون راحه لعيبه النادي الاهلي. اكيد اكيد يعني طبعا لازم راحه يعني يومين على الاقل عشان تبدا بقى تشتغل الفتره الجايه، عندك ضغط ماتشات دوري اكيد يا كريم. بالظبط يعني نقدر نقول يمكن 48 ساعه، واول يوم العيد طبعا هيكون متجمع فريق النادي الاهلي 7 مساء على ان ابدا التدريب 8 مساء، فرصه طبعا لكل اللاعبين اللي طبعا يقضي اول يوم مع اسره اللي هيبقى فيه اضحيات طبعا انت عارف يا محمد، واكيد بنقول لكل الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي كل سنه وهو طيب وعيد سعيد على كل الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. بيتسو موسيماني هل اتكلمت معاه انطباعه ورد فعله؟ بيتسو من المواقف في المواقف اللي زي دي بتسمع منه كلام مهم جدا، لان الكلام ما ينفعش يعدي، بيتسو بيتكلم دايما عن العمل الجماعي عن العمل الجاد، اتكلمت حتى في الكواليس في بدايه التغطيه الخاصه يا كريم عن الكلام اللي كان بينه وبين الكابتن محمود الخطيب قبل الماتش ب 24 ساعه وبيقول له انت محتاج حاجه ناقصك حاجه، قال له احنا عملنا اللي علينا مش ناقص غير توفيق ربنا يوم الماتش ان شاء الله. بالتاكيد يا محمد يعني الحقيقه مستر بيتسو موسيماني دوره كبير جدا ودور الجهاز اكبر كمان، والحقيقه يمكن الراجل بياكد على هذا الامر يعني يا محمد، يمكن في ناس لو اكيد انت طبعا طلعت المباراه وشفت الكابتن سامي قمصان اغلب وقت المباراه كان واخد البرميشن من بيتسو موسيماني ان هو يكون متواجد على الخط ويدي التعليمات. انت عارف طبعا يعني كابتن سامي قمصان بيقوم بدور كبير جدا الحقيقه مع الجهاز الفني بالكامل، سواء مخطط الاحمال سواء طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، بيتسو موسيماني قراءته كانت رائعه جدا، الراجل كان مركز في كل الامور التي تخص كايزر تشيفز، الاجواء، الجو، نجله الملعب، طول الملعب قد ايه، هنلعب، الراجل بيحضر بشكل جيد جدا وعنده قناعه كبيره جدا بكل اللعيبه، توظيف اللعيبه ده قال ده مهمتي، انا جيت لقيت لعيبه النادي الاهلي بتلعب بطريقه معينه، بتلعب بطريقه طويله، لا دلوقتي بقينا بنبدا نحضر ونلعب عدد من الباص كبير جدا، بنقدر ان احنا نسحب فرقنا، كل الكلام ده الحقيقه كان بيقوله في الكواليس سواء معانا او سواء مع اي حد من طبعا محبيه وكده، فالحقيقه يمكن بيتسو موسيماني يعني من المدربين الفنيين المميزين جدا اللي هيصنع تاريخ وهيكتب تاريخ كبير مع الجيل المميز والرائع جدا اللي بنوجه له كل التحيه الحقيقه، الجيل المتواجد في هذه المرحله مع النادي الاهلي لعيبه تستحق التحيه، تعلم جيدا قيمه النادي الاهلي وقيمه تيشيرت النادي الاهلي، والحقيقه كل ده شفناه محمد الفتره اللي فاتت، المباراه الاخيره ومن قبلها البطوله الماضيه، روح واصرار وعزيمه بنشوفها في كل المباريات، فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي وتستمر لعيبته ويحافظ عليها يا رب ان شاء الله من اي اصابات، ويقدروا يساعدونا كل مره في كل البطولات ان شاء الله يا محمد. باذن الله يا كريم، الحمد لله على السلامه والف مبروك، وان شاء الله الفتره الجايه كمان بقى مستمرين في بطولات كتيرة إن شاء الله، ومجهود كبير ليك وأحمد يحيى مدير التصوير، محمد دقروري مخرج فريق العمل، يعني بجد عملت مجهود كبير وتغطية ولا أروع وتغطية حصرية على شاشة قناة الأهلي خلال الأيام السابقة لتغطية كواليس الأهلي في نهائي إفريقيا، ودايما كواليس الأهلي أو مشوار الأهلي في البطولات الإفريقية والتغطية الخاصة على شاشة قناة الأهلي هتشوفوها بشكل تاني خالص. طيب عموما حاليا بيتسو موسيماني ضمن أبرز المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية، محمد الشناوي مرشح ضمن جائزة أو مرشح لجائزة أفضل حارس في إفريقيا، محمد مجدي أفشة مرشح لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا. الإنجاز مش بالبطولة العاشرة فقط ولا بالرقم القياسي فقط، 5 لعيبة في الفرقة مرشحة للتشكيلة المثالية
وأبرز الجوائز هذا العام في دوري أبطال إفريقيا وأبرز لاعبين في البطولات الإفريقية خلال هذا العام؟ ليه؟ لأنك بتلعب في النادي الأهلي، بتلعب في نادي القرن، بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة. أعلم بحضراتكم من جديد والتغطية الخاصة لأبطال إفريقيا نادي القرن البطولة العاشرة. زي ما قلت لكم، صحف جنوب إفريقيا بتتعامل مع الحدث باحترافية رغم خسارة فريقها بثلاث أهداف مقابل لا شيء، لكن قلت لكم صحيفة كيك أوف اتكلمت على إنجاز بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي منذ أن تولى القيادة الفنية للأهلي، قدر يحقق 2 دوري أبطال إفريقيا في أقل من 10 شهور. صحيفة السكر بتتكلم على بيتسو موسيماني حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه. هو فاز قبل كده مع سان داونز 2016 على حساب الزمالك، ومع النادي الأهلي 2020 على حساب الزمالك أيضا، و2021 للأهلي على حساب كايزر تشيفز. وقال كمان إن موسيماني حطم كايزر تشيفز بثلاثية بفضل الثلاثي محمد شريف ومحمد مجدي قفشه وعمر السولية. وعايز أقف عند عمر السولية في كل مناسبة، لأن عمر السولية من اللعيبة بيعمل أداء مميز جدا في الملعب وليه دور مهم جدا في الناحية الهجومية، بس الجمهور ساعات ما بياخدش باله إلا مثلا من اللي بيحرز الهدف أو اللي بيعمل بينية معينة أو كرة معينة. عمر السولية أداءه الدفاعي وأداءه الهجومي مميز جدا، تحديدا خلال السنة الأخيرة مع بيتسو موسيماني. عمر السولية، حسين الشحات، مع محمد مجدي قفشة، مع طاهر، مع شريف، مع معظم اللعيبة، الأهلي عنده لعيبة كويسة يا جماعة. الجمهور أحيانا بيبقى ممكن قاسي شوية في الحكم في بعض الفترات، لكن لو بصيتوا على توتال الإنجازات والأرقام والبطولات، عمر السولية من خلال الأرقام مش وجهة نظري أنا، عمر السولية أفضل لعيب وسط في مصر السنة دي والسنة اللي فاتت. مفيش أي مقارنة مع أي حد، مفيش أي منافسة مع أي حد. عمرو السولية مع النادي الأهلي تحديدا خلال آخر سنتين أفضل لاعب خط وسط في مصر، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري. طيب اللقب العاشر، صحيفة The South African اتكلمت على أن اللقب العاشر ده كان عنوان أبرزت به نتيجة فوز الأهلي على كايزر تشيفز بالثلاثية. قالت الصحيفة The South African أن الأهلي بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر يكون متربع على صدارة الأندية الإفريقية من حيث التتويج بعدد الألقاب القارية. إذن الصحف الإفريقية أو الصحف الجنوب إفريقيا بتحتفل بإنجاز الأهلي وبفوز الأهلي على كايزر تشيفز وتربعه على قرش القارة الإفريقية. طيب صحيفة سيتيزن اتكلمت على بكاء كايزر تشيفز وقالت هزيمة كايزر تشيفز بالبكاء في رد فعل للاعبين بعد الخسارة الثقيلة أمام النادي الأهلي. وقالت الصحيفة أن الأهلي سحق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأضافت أيضا كايزر تشيفز لن يضع نجمة على قميصه حيث سيضع الأهلي النجمة العشرة. احترافية ومهنية كبيرة جدا من الصحف في جنوب إفريقيا. طبعا الصحف المصرية والصحف بشكل عام في القارة الإفريقية بتتكلم على أن النادي الأهلي دلوقتي حاليا في صدارة الترتيب في القارة الإفريقية وفي منافسة قوية جدا مع ريال مدريد وملاحقة ريال مدريد في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية. النادي الأهلي على موعد مع بطولتين خلال الشهرين القادمين، بطولة كأس السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش، وبطولة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء المغربي اللي هتقام إن شاء الله أحد أيام 22 أو 23 أو 24 9 في الدوحة بإذن الله. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة حرص على تهنئة اللاعبين بالأمس عاقب الفوز بالعشرة على حساب كايزر تشيفز، وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي والعشرة في تاريخ الأهلي مسؤولية كبيرة على اللعيبة وبيدفعهم لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة. كابتن محمود الخطيب أكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الكثير من الإنجازات بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي. كمان بيتسو موسيماني في عنوان مهم جدا قال وعدت وأوفيت. بيتسو موسيماني أعرب عن سعادته بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ووجه التهنئة لجميع أفراد منظومة العمل في النادي الأهلي، بداية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز المعاون ولاعبي الفريق. قدامنا هو على الصورة خلاص خروج البعثة واللاعبين من مطار القاهرة الدولي،
بعد انهاء كافه اجراءات الوصول ضمن حسين الشحات، علي معلول، مصطفى شوبير. كنا طبعا منذ لحظات شفنا كمان وليد سليمان وهو خارج من صاله الوصول، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد. ابطال افريقيا يفرحوا ويكونوا مبسوطين بالانجاز ده، انجاز مهم جدا، انجاز طيب جدا. قفشه طبعا معاه جايزه مان اوف ذا ماتش، جايزه رجل المباراه، وباذن الله قريب جدا في نهايه الموسم ان شاء الله يكون كمان معاه جايزه ان شاء الله افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه كمان قفشه هو افضل لاعب في مباراه نهائي الموسم الماضي امام الزمالك، لان بالتاكيد الهدف الضربه القاضيه او القاضيه ممكن في الدقائق الاخيره كانت مهمه جدا. قفشه من اللعيبه زي ما قلت لكم في بدايه التغطيه الخاصه، في ظرف سنتين قدر يعمل ارقام وانجازات كان من الصعوبه على لعيبه كثيره جدا قعدت حوالي 6 سنين و7 سنين بتحاول تفوز بدوري ابطال افريقيا وتقود الفريق للفوز بدوري ابطال افريقيا، لكن كان في صعوبه. وهي القصه هنا يا جماعه مش قصه امكانيات وبطولات وارقام، هي مساله نيات. انت نيتك صافيه وبتشتغل بما يرضي الله وحابب المكان اللي انت فيه، ربنا هيديك على قد نيتك. قفشه بالمناسبه قال كده، يعني قفشه لما قال في نهائي العام الماضي، افتكروا يا جماعه جيل ابو تريكه ومتعب ووائل جمعه وبركات راجع من تاني. امبارح مع زميلنا كريم احمد وهو بيشرح التصريح ده، هو ما كانش بيقول ان هو يقصد كده ان هم هيعدي الجيل ده، هو ما بيقولش كده، هو بيقول ان الانجازات اللي اتحققت في الجيل ده والاهلي افتقدها خلال السنوات الاخيره، احنا ان شاء الله قادرين نرجع لكم نفس الصوره الحلوه والبطولات الجميله اللي كانت بتحقق في عهد الجيل المميز اللي عمل بطولات مميزه في السنوات السابقه. فقفشه زي ما قلت لكم لعيب كان في انبي، راح بيراميدز، واجه صعوبات كبيره جدا، حارب على طموحه انه يكون في الاهلي، حارب على انه يحقق طموحه مع النادي الاهلي ويفوز بدوري ابطال افريقيا. وعشان هو لعيب عنده امكانيات وعنده طموح باختياره للمكان اللي يليق بطموحه، قدر يفوز بدوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت والسنه دي. والسنه اللي فاتت ما كانش قفشه من اللعيبه اللي شاركت لا ده مساهم بنسبه كبيره جدا في المباراه النهائيه، لدرجه حتى ان الكل قال رغم ان هدف ابو تريكه في الصفاقسي عام 2006 واهداف مميزه في فترات سابقه وهدف متعب في سي سبور عام 2014، لكن يبقى هدف محمد مجدي قفشه من الاهداف اللي هتظل في الذاكره وفي التاريخ. هي التفاصيل بقى الصغيره في فكره انك تفوز باتنين دوري ابطال افريقيا، انك تفوز بهدف القاضيه ممكن على الزمالك في الموسم الماضي، هي التفاصيل دي هي اللي بتدي بقى تاريخ واسم وبطولات للاعب. هو كان طموحه انه يلعب مع النادي الاهلي، انه اختار المكان الصح والتوقيت الصح، وربنا كافئه على اختياره وتوقيته، لان كانت نيته وقتها انه عايز ينجح وعايز يعمل اسم وعايز يعمل تاريخ، وعشان يعمل الاسم والمكانه والتاريخ اختار المكان الصح، وعشان اختار المكان الصح ربنا كافئه بالبطولات وبالانجازات وبحب الجمهور وبحب الناس قبل اي شيء. الكوره بتدينا دروس، الكوره بتدينا دروس. تعالوا نسمع قفشه قال ايه بعد المباراه، لان جزء كبير من اللي انا قلته كان من تفاصيل وكلام محمد مجدي قفشه عاقب مباراه الامس. جمهور النادي الاهلي الحقيقه ابطال، وكتبت الابطال الحقيقه انا معايا واحد من النجوم محمد مجدي قفشه، احسن واحد في الماتش واحسن واحد في النادي الاهلي محمد مجدي قفشه، انا ببارك لك. انت قلت كلمتين، قلت اهلي ابو تريكه وبركات رجع تاني، واهلي ابو تريكه وائل جمعه رجع تاني. الكلمه دي كان ليها مدلول كبير جدا وكان ليها مردود كبير جدا. الف مبروك يا مجدي، حابب تقول على البطوله الثانيه؟ حبيبي كيمو، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير العظيم، مبروك لاهلي واصحابي واهل بلدي اللي دايما هفضل اقول هم بالنسبه لي رقم واحد. لما قلت اللي يجي لابو تريكه وائل جمعه وكابتن بركات وكل الناس دي راجع، انا ما قلتش اللي احنا هنبقى زيهم، انا قلت اللي احنا هنحاول نبقى زيهم، وقلت اللي احنا هنحاول نعمل حاجه زيهم عشان الناس دي عملت تاريخ كبير، فاحنا عايزين نبقى زيهم، لو نقدر نعدوهم نعدوهم ان شاء الله عشان خاطر جماهير الاهلي والنادي الاهلي. مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك للعيبه، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للاداره، مبروك للعمال، مبروك لكل النادي الاهلي وكل الناس اللي بتحب الاهلي. دعوات الام ودعوات الاب هم التوفيق على المجهود اللي انت بتعمله مجد. الحقيقه بنتابعك في التدريبات، مجهودك كبير واصرار كبير، لكن الاهداف دي هي دعاء الحاج والحاجه، وانا ببارك لك هدف رائع ومميز وفرحت مصر كلها يا مجد. الحمد لله كيمو والله. طبعا بص يعني ابويا وامي دول ربنا يخليهم لي، واخواتي واهلي هم اللي يعني انا قبل الماتش دايما بكلمهم، امبارح كنت بكلمهم فيديو، واخواتي الصغيرين واولاد اخويا بيدعوا لي، فهو هي دي الناس اللي الواحد ربنا هيكرمهم هيكرمه عشانهم فاهم. فالواحد بيعمل اللي عليه وبيتعب، وزي ما انت قلت في التمرين لازم تتعب عشان ربنا يديك، يمكن الواحد ربنا بيديله في اوقات
اوقات كويسه جدا اي حد يتمناها، لكن الحمد لله ده من فضل ربنا ونعمه، النعمه من عند ربنا، الواحد بيحمد ربنا. وزي ما قلت قبل كده واقول مره تاني، اللي بيلعب في النادي الاهلي هو في نعمه ولازم يحمد ربنا عليها ويستغلها. وانت تستاهل كل خير يا مجدي، لكن اخد منك كلمه لكل الجمهور اللي دعم وساند من اول دقيقه لاخر دقيقه وقبل كمان ما نيجي هنا كازابلانكا، حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي؟ مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي، الناس كلها بتتعب معانا، الناس كلها بتجري ورانا، الناس كلها بتعافر، عارف وفاهم ومقدر كل الجماهير الاهلي نفسها تاخد كل البطولات، واحنا والله نفس الاحساس، بس ساعات بيبقى فيه اجهاد، بيبقى فيه تعب، بنحاول على قد ما نقدر. ما حدش بيبقى عايز يبقى وحش، ما حدش عايز يبقى مش موفق، ما حدش مش عايز يجيب اجوان، كله عايز يجيب اجوان وكله عايز يلعب وكله عايز يبقى كويس، لكن بيبقى فيه ظروف، تعب، اجهاد، ضغط ماتشات، لكن دي مش حجج طبعا ولا اعذار. احنا النادي الاهلي واحنا بنلعب في النادي الاهلي، فزي ما قلت لك كل لعيبه النادي الاهلي اللي بتلعب في الاهلي على اعلى مستوى، فما ينفعش نقول اعذار. فان شاء الله الفتره اللي جايه نركز بقى، يعني النهارده نحتفل، انت عارف العيد داخل علينا، كل سنه وكل مصر بخير، كل الناس طيبه، وان شاء الله نحتفل ببطوله افريقيا ونرجع بقى ان شاء الله على العيد ونرجع للدوري المصري تاني وضغط الماتشات، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. عم البلد حبيبي يا كيمو يا محترم، بالتوفيق يا قفشه دايما، وبالتوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي، وربنا هيكرمكم ان شاء الله باذن الله. ودايما مكملين، لسه المشوار طويل، لسه احنا في البدايه، هي البدايه 2020، ومكملين يا رب ان شاء الله جيل يقدر يحقق بطولات 5 سنين و10 سنين. احنا بدايتنا في 2004 ما كانتش بدايه سنه واتنين، احنا 2005 دوري ابطال افريقيا، 2006، 2007 لو تتذكروا مباراه النجم الساحلي لولا الحكم عبد الرحيم العرجون، لكن الاهلي كان قريب جدا من دوري ابطال افريقيا 2007، 2008 على القطن الكاميروني، ثم استعاده الامجاد بسرعه 2012 و2013 و2014. اذا النادي الاهلي ما بيعمل جيل، بيعمل جيل لسنوات عشان يفرح جمهوره. النادي الاهلي في القرن ال21، خلاص بقى احنا بنتكلم في القرن ال21 دلوقتي، ننسى بقى القرن ال20، خلاص الماضي انتهى، صفحه كتاب التاريخ اتقفلت، وبنبص في اللي جاي وبنبص في المستقبل. حاليا في القرن ال21 احنا محققين، بنتكلم في 8 دوري ابطال افريقيا، 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 2013 و2020 و2021، 8 دوري ابطال افريقيا في القرن ال21. انت دلوقتي في صداره نادي القرن ال21 ب 91 نقطه، اقرب المنافسين ليك الترجي حاجه و60 نقطه، 65 نقطه على ما اعتقد، انا 60 نقطه. الترجي دلوقتي حاليا قريب منك بحوالي 60 نقطه، يعني مسافه اكتر من حوالي 30 او 31 نقطه. عشان يقدر يوصل للرقم ده انت محتاج على الاقل، عشان حد يقرب منك، انت 6 سنين او 7 سنين ما تلعبش في افريقيا وهو يكسب كل البطولات اللي جايه. فانت بتتكلموا ان لقب نادي القرن الجديد مؤمن على الاقل، على الاقل 10 20 سنه جايه. ده ليه؟ لان في ناس بتشتغل عشان تكمل على العهد وتكمل البطولات. الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، وشغل كبير جدا بالتاكيد لمجلس الاداره، بيتسو موسيماني على عهد اوفى ونكمل على المشوار، كابتن محمود الخطيب، دكتور سعد شلبي القائم باعمال مدير التنفيذي، الاستاذ طارق أنديل، الاستاذ محمد الالفي كمان مدير الخدمات في النادي الاهلي. كل الرجال داخل النادي الاهلي بتسعى ان هي تقدم افضل ما لديها من اجل النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الناس بتشتغل. خدوا بالكم كمان الصوره بالنسبه لنا ما كانتش في كازابلانكا بس، انتم امبارح لو شفتوا الصوره في مقر النادي الاهلي في الجزيره وفي فرعي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، الحمد لله مقر وكذا فرع، لا امبارح كانت احتفالات وكانت صوره يعني معبره بشكل كبير جدا. انتوا الصوره دي ممكن تشوفوها في اوروبا اثناء اليورو، لكن النادي الاهلي بما انه اكبر نادي في مصر، اكبر شعبيه في مصر، اكبر نادي في افريقيا، بصوا امبارح حضور الاعضاء والجمهور امبارح في الشوارع كان عامل ازاي. هي دي بقى حاله السعاده اللي بنتكلم عليها. وانت بتشتغل على ده كمان انت لازم برضو الجزء الاداري والجزء التنظيمي تحضر ليوم زي ده داخل المقر الرئيسي وفي الافرع المختلفه. ما احنا زي ما بنتكلم على الكوره وبنتكلم على الشغل اللي بيحصل في فرقه الكوره، في ادارات برضو بتشتغل على نفس القياس وبالتوازي مع الشكل اللي موجود في فرقه الكوره. ازاي مقر الجزيره يستقبل الكم الهائل من الاعضاء اللي كان موجود امبارح امام الشاشات العملاقه في المقر الرئيسي؟ ازاي الافرع المختلفه تكون محضره بشكل جيد للملف ده وتكون محضره لاستقبال الاعضاء والكل يكون قاعد امبارح مرتاح وكل عضو يجي يلاقي الكرسي بتاعه عشان يتفرج على الماتش باريحيه ويكون الشاشه قدامه كبيره يتفرج عليها ويكون مبسوط؟ فرع مدينه نصر وفرع الشيخ زايد امبارح الصور بصراحه كانت ممتازه جدا، اتمنى تكون قدامي على الشاشه عشان الناس تشوف الكلام ده وانا بشرحه، الناس تتفرج وتبص على المشهد اللي كان رائع امبارح ده. انتوا بتتكلموا مقر الجزيره، يعني اللي كانوا بيتفرجوا على الماتش امبارح مش اقل من 5000 او 10000 عضو، الكل قاعد مفيش مشكله واحده، الكل فرحان، الكل بيحتفل بالعشره،
والصور امبارح كانت كرنفالات في المقر الرئيسي، تروح مدينة نصر كرنفالات وحضور كبير جدا للأعضاء ومشجعين النادي الأهلي في وسط البلد وفي شوارع القاهرة بالكامل وفي كل محافظات مصر. ما هو النادي الأهلي بما أنه نادي الشعب موجود في القاهرة وفي اسكندرية وفي اسماعيلية وفي كل محافظات مصر، تروح كمان أكتوبر في الشيخ زايد الفرع الجديد، لا الحمد لله، الحمد لله، هي نعمة. تشجيع الأهلي والانتماء للأهلي وحب الأهلي هي نعمة، نحافظ عليها إن شاء الله، لأن الفترة الجاية بإذن الله إن شاء الله النعمة دي بإذن الله دايما بتسعدنا، ومكملين يا رب الفترة الجاية في البطولات والإنجازات اللي بتحقق بشكل رائع جدا. طيب بيتسو بص أنا بتكلم معاكم، يعني بصوا الصورة، بصوا الاحتفال، بصوا فرحة الناس، الفرحة دي لا تقدر بثمن. يعني الفكرة إنك مش فاز بدورة أبطال إفريقيا والجائزة 2.5 مليون دولار، لا، فرحة الناس دي لا تقدر بثمن. إنك تسعد الناس دي ليها معنى تاني وليها قيمة تانية. أنت كمسؤول أو أنت كلاعب أو كمدرب، اللي بتقدمه في الملعب إنك توصل الفرحة للناس بالشكل ده، ده شيء رائع جدا. بس الفرحة دي عشان تحصل شغل كبير بقى على مدار السنة، شغل إداري وشغل فني وشغل طبي، ولعيبة بتشتغل بشكل كويس، وكمان في ظروف اقتصادية صعبة إزاي تقدر تحافظ على كل ده؟ كيان ومؤسسة بتعمل من أجل صالح البلد ومن أجل صالح جماهيرها، عشان في النهاية لما تبقى موجود في محفل دولي أو في محفل إفريقي بيترفع علم مصر ما بين كل أعلام الدول اللي موجودة ومشاركة في البطولة. امبارح في مركب محمد الخامس علم جنوب إفريقيا، علم المغرب الدولة المنظمة، وعلم مصر. ولما النادي الأهلي فاز باللقب اسم مصر، النادي الأهلي ممثل مصر، هي دي صورة مصر، صورة مصر في نادي القرن في النادي الأهلي. بالتأكيد هي صورة مصر في النادي الأهلي نادي القرن والبطولة العشرة، لكن بإذن الله مش عارف بقى أقول لكم 11 ولا دور السوبر. الناس هتقعد تقول لي على الصبح كده، يعني إيه، في إيه أخبار جديدة ولا إيه؟ كل شيء وارد، الكل بيتكلم ممكن تكون البطولة 11، وأنا بقول لكم ممكن البطولة الجاية تبقى دور السوبر الأول، كل شيء وارد. بس الجميل وانت بتخلص دوري ابطال افريقيا سواء بالنظام القديم او داخل على النظام الجديد، انت بطل القاره. بالمناسبه قبل ما اطلع لفيلر مميز وحاجه جميله جدا عن النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، امبارح كان مرور 25 سنه اليوبيل الفضي لمسابقه دوري ابطال افريقيا بنظامها الحديث بعد انشائها عام 97. وبالمناسبه وانت بتتكلم على اليوبيل الفضي وتكريم الاهلي بما انه نادي القرن ومحقق أعلى نسبة أو أرقام في هذه البطولات، بتحقق البطولة بتتكلم على 8 دوري أبطال إفريقيا في 25 مناسبة و25 سنة ل25 بطولة بعد النظام الجديد والنظام الحديث، رقم صعب على أي نادي يحققه. وبعد ختام مشوار دوري أبطال إفريقيا رحيل لدوري السوبر الإفريقي، إمتى وفين هقول لكم قريب بإذن الله لما يكون كل حاجة على أرض الواقع بالأرقام وبالتفاصيل، لأن النادي الأهلي هيكون أحد مؤسسي هذا الدوري الفترة الجاية بما يملكه من شعبية جماهيرية، بنية تحتية، رخصة أندية محترفة، تفاصيل كتيرة قوي متوفرة بشكل كبير جدا في أعظم نادي في القارة الإفريقية هو النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، والتغطية الخاصة متواصلة بعد وصول أبطال إفريقيا نادي القرن البطولة العاشرة، بعد الفوز على كايزر تشيفز بالأمس على مركب محمد الخامس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتحقيق إنجاز جديد وبطولة جديدة تضاف إلى سلسلة بطولات ورصيد بطولات النادي الأهلي على المستوى القاري. ردود الأفعال منذ الأمس كانت كبيرة، ولأن الحدث كبير والفائز بالمسابقة اسم كبير وفريق كبير، فكانت التهاني على نفس المستوى وعلى نفس القدر وعلى نفس القيمة. تشيلسي الإنجليزي هني النادي الأهلي بالفوز بدورة أبطال إفريقيا، وبينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية. كلنا عارفين تشيلسي فاز بدورة أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في المباراة النهائية، وبالتالي أصبح بطل اليوروبا أو بطل إنجلترا هو اللي بيمثل القارة الأوروبية في كأس العالم للأندية، فبيهني النادي الأهلي بالفوز بدورة أبطال إفريقيا، وهيكون إن شاء الله الأهلي وتشيلسي مع العديد من الأندية 7 أندية في دوري أو في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر من نهاية هذا العام. أيضا كمان اليوفي يوفنتوس الإيطالي هنى النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا،
لعديد من الأندية الأوروبية بصراحة امبارح كانت فيها تهنئة كبيرة جدا. مانشستر سيتي أيضا هنأ النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. العديد من الأندية الأوروبية كانت امبارح تهنئة للنادي الأهلي بالفوز بالمسابقة القارية الأكبر والأعظم دوري الأبطال. على المستوى العربي كمان الهلال السوداني هنأ النادي الأهلي، نادي الرجاء البيضاوي المغربي هنأ النادي الأهلي. كانت التهاني امبارح بالأمس من العديد من الأندية للنادي الأهلي بالفوز بالمسابقة. ضمننا كمان كالوشا فواليا طبعا بيهني النادي الأهلي بالبطولة، وبيهني بيتسو موسيماني بالفوز بدوري أبطال إفريقيا. بيتسو موسيماني أصبح أسطورة من أساطير التدريب في القارة الإفريقية. تشيلسي كمان قال إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق. تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية. تهانينا لبطل إفريقيا، وصورة لمحمد الشناوي. اليوفي يوفنتوس نبارك للنادي الأهلي المصري فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، هاشتاج دوري أبطال إفريقيا. تهاني كبيرة جدا. كمان مانشستر سيتي وصيف دوري أبطال أوروبا بيهني النادي الأهلي. تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه. إنجازات طيبة جدا وردود أفعال مميزة جدا من العديد من الأندية الأوروبية للنادي الأهلي على الإنجاز العظيم. حتى صحف جنوب إفريقيا لما استعرضت العديد من الصحف بتتكلم على بطولة رقم 10، إنجاز طيب، الفوز الكاسح على كايزر تشيفزي بالثلاثية. الأرقام كلها أرقام قياسية وأرقام كبيرة، ناقص بس رقم بسيط يعني طمعانين إن شاء الله ربنا يكرمنا في البطولة اللي جاية، إذا كانت ممكن تبقى الـ11 أو دور السوبر بقى الله أعلم وقتها، بس الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. ده الإنجاز اللي إحنا بنفتقده خلال هذه الفترة، إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمنا ونعمل رقم قياسي جديد، نكسر بالأرقام اللي إحنا حققناها في الفترات السابقة. قدامنا كمان هو زي ما أنتم شايفين دي بقى لقطات منذ قليل. وصول أعضاء مجلس الإدارة، الكابتن محمود الخطيب، الأستاذ العمري فاروق، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ خالد مرتجي. زي ما أنتم شايفين طبعا كان وصول أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وتهنئة طبعا كل العاملين في المطار لمجلس إدارة النادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب. والكابتن محمود الخطيب حرص أنه يسلم على كل العاملين في المطار بعد وصول البعثة بالأمس. وتهنئتنا طبعا لكل المصريين بعد الإنجاز الطيب اللي اتحقق بالأمس والفوز على فريق كايزر تشيفز. طيب قدامي كمان من ضمن التصريحات اللي موجودة معايا عدد من اللعيبة. يمكن صلاح محسن اتكلم عن سعادته بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وصلاح محسن أصبح البديل الذهبي أو الجولدن بوي بالنسبة لبيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة. بينزل في المباريات الإفريقية بيبقى ليه أهداف مميزة، عمل ده مع الترجي التونسي، عمل ده مع المقاولين العرب في الدوري العام، فأصبح بديل ذهبي بشكل جيد جدا مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. بالمناسبة صلاح محسن طبعا هيكون في مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، هو وأكرم توفيق والشناوي وطاهر محمد طاهر. بيتسو إن شاء الله يكون قادر على إنه يدخل مجموعة لاعبين إن شاء الله الفترة الجاية. عندنا بقى كهربا وعندنا أكتر من لاعب نشوفهم الفترة الجاية بشكل أساسي في المباريات اللي جاية بإذن الله. صلاح قال حاجة مهمة جدا، قال لك الروح هي سر ما يميز الأهلي، الفريق كله على قلب رجل واحد، ولا نهتم بمن يشارك ومن يجلس على مقاعد البدلاء. أفشا شفنا تصريحاته واتكلم في تصريحاته عقب المباراة وقال الجيل الحالي الأهلي يواصل كتابة التاريخ. سعد سمير قال ارتباطنا بالأهلي شرف عظيم ولدينا توليفة رائعة من اللاعبين. أكرم توفيق قال بطولة أفريقيا دافع لموسم تاريخي. عفوا. والكابتن سعد الحفيظ اتكلم على دور الكابتن محمود الخطيب وتركيز اللاعبين وثلاثية كايزر تشيفز. في كلام مهم جدا وتصريحات للكابتن سيد، تعالوا نتابع هذه التصريحات للكابتن سيد عقب مباراة الأمس. حفيظ الحقيقة يعني من أنجح مديرين الكرة الحقيقة في مصر وفي النادي الأهلي. أما بتشوف المحاضرة أو تشوف الكلام اللي بيقوله الكابتن سعيد عبد الحفيظ قبل المباراة وقبل التدريب، إحنا كبرة بنبقى عايزين ننزل نلعب. أنا ببارك لك يا كابتن سعيد الحقيقة، دوركم مهم جدا. مجلس الإدارة اللي قدر إن هو يوفر مناخ كبير للجهاز الفني وللعيبة، مبروك يا كابتن سعيد. حابب تقولي لكل الرجالة دي اللي قدرت إن هي تحقق البطولة العاشرة. أقول الحمد لله طبعا، الحمد لله ربنا كبير. بطولتين مهمين جدا جدا في تاريخنا ومشوارنا، مش في تاريخنا ومشوارنا بس، في تاريخ ومشوار النادي الاهلي ككل يعني.
يعني بتحقق ارقام. يعني انت النادي الوحيد على مستوى القاره اللي خد البطوله ثنائيتين ورا بعض 2005 2006 2012 2013 2020 و2021. يعني أأمل يا رب إن شاء الرحمن زي النهاردة وزي الأيام دي السنة الجاية نكون محققينها لثالث مرة إن شاء الرحمن. يعني بطولة كانت صعبة بالتأكيد، قابلنا في مشوارنا عدد من الأندية يعني لها تاريخها ولها مكانتها، وبطولتين يعني في السنة اللي فاتت دور الثمانية والمجموعات كان معاك الهلال السوداني وكان معاك النجم الساحلي، وبعدين النجم وبعدين دور الثمانية عندك صن داونز ثم الوداد ثم الزمالك. ده السنة اللي فاتت، السنة دي بتقابل في دور الثمانية عندك صن داونز وبعدين الترجي وبعد كده بتلعب في النهائي مع النهائي مع كايزر تشيفز. كايزر تشيفز يعني من الفرق اللي ما كانتش طبعا مصنفه في الاول، لكن قدرت بمجهودها وقدراتها وارادتها انها توصل لابعد نقطه. الشوط الاول كان شوط صعب جدا، يمكن من الماتشات اللي كنت قلقان منها جدا 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 بقالي يومين ثلاثه. كان مش عايز اقول متوتر، لكن كنت يعني من قلقان لان الماتشات الكبيره بيبقى الدافع موجود، الناس حسستنا ان البطوله انتهت، وده كان احساس صعب قوي، كان احساس صعب قوي ان انت عايز توصل للعيبه حاجات تدينهم دافع اكتر. فبدانا نتكلم على مشوارنا في المستقبل. خلي بالك المباراه ديت بتلعب فيها كاس عالم الانديه، المباراه ديت يعني محدش بيفتكر، هتتعب عشان تقول يعني انا خدت بطوله 82 من مين؟ المختص قوي والمذاكر قوي هيقول لك من كوتوكو، 87 من الهلال، 2001 من صن داونز، 2005 من النجم، 2006 من الصفاقسي، 2012 من الترجي، 2013 من اورلاندو، 2020 من الزمالك، 2021 من كايزر تشيفز. انا عشان مختص ماشي اعرف كده كويس، لكن الاهلاوي العادي ممكن يقول لا احنا خدنا بطوله 10 مرات. فاذا اهميه المباراه هي اهميه البطوله، مش هتلعب مين وبس يعني. فده كان مهم قوي ان احنا نشتغل عليه، قدرنا الحمد لله رب العالمين وربنا وفقنا. يعني خلينا نقول ونتبسط ونفرح الحمد لله رب العالمين، لكن طبعا عندنا كمان مشوار عايزين نكمله على المستوى المحلي يعني. الدور الكبير الحقيقه اللي بيقوم بمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ربنا كافئ اللعيبه وربنا كافئ المجلس الحقيقه كابتن سيد، لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، الكل تحمل حملات ويمكن ضغط كبير جدا، لكن توفيق ربنا بيبقى مع اللعيبه بيترد، واكيد المجلس كان ليه دور كبير. بص يعني كل ما زود الضغط عليك، كل ما زود الضغط عليك تبان قوه شخصيتك. انا مؤمن بده جدا يعني. النادي الاهلي هو في المكانه العاليه في افريقيا والمكان الاعلى في الوطن العربي وفي مصر بالتاكيد، فهتضغط يبقى لازم يبقى شخصيات قويه لتستحملها يعني. الحمد لله رب العالمين عندنا رجاله، احنا من النادي، احنا النادي اللي بنحترم كل الناس لكن ما بنخافش من حد خالص. الفرحه حلوه والسعاده على وجوه اللعيبه حاجه تسعد الجميع، وحاجه تخلي الواحد وهو بيبدا يومه كده مهما كانت المشاكل يومية ومشاكل الحياة، لا يعني الفرحة دي والسعادة دي بتغير مودك، وطالما الأهلي كسب وطالما الأهلي فرح الناس الحياة بتختلف. والكلام ده مش النهاردة، ده الكلام ده احنا عشناه خلال السنين اللي فاتت. لما الأهلي بيكسب والله مش مباراة أفريقيا، حتى في مباراة في الدوري المود بتاعك بيختلف، اليوم بتاعك نفسه بيختلف، حياتك نفسها بتتغير كام يوم طالما الأهلي كسبان، والحياة كلها بتتغير حتى معاك لما يبقى الأهلي فايز ببطولة. ايا كانت مشاكلك ونازل عندك شغل او حياتك اليوميه فيها ايه، ضغوط الحياه وكل الحاجات دي، عشان كده بيقول لك النادي الاهلي هو صانع الفرحه وصانع البسمه لوجوه الشعب المصري. بالمناسبه برضو الناس تبص على نتيجه ماتش امبارح تقول لك ماتش سهل، كايزر تشيفز فريق مش جيد، فريق لا يليق بنهايه دوري ابطال افريقيا، فريق سهل تكسبه، يعني بطوله واضح ان هي كانت مستواها الفني ضعيف. الكلام ده اتقال على فكره، بس اللي قال الكلام ده او اللي بيتكلم في الكلام ده ما قراش، ما تابعش البطوله، ما شافش البطوله. تمام؟ ليه بقى؟ اولا الاهلي في البطوله دي في دوري المجموعات كانت فيه مطبات كتير، يعني الاهلي ما صعدش اول مجموعه وصعد بكل سهوله، لا كانت فيه مطبات كتير، وكانت المطبات دي بتخليه لازم يخرج بره مصر يكسب بره، وده اللي حصل. راح كسب فيتا كلاب في الكونغو بثلاث اهداف مقابل لا شيء في نتيجه لم تحدث من قبل لأي فريق مصري في الكونغو الديمقراطية. ده واحد. طيب اتنين، عندك صن داونز. صن داونز من أقوى فرق القارة الإفريقية وفريق دايما مرشح للوصول للمباراة النهائية، كان مطب تاني في دور الثمانية، قدرت تكسب صن داونز وانت بتفتقد اتنين لعيبة مميزين جدا، علي معلول وجونيور أجاييه. تمام، كسبت صن داونز، كسبت هنا في مصر وتعادلت هناك تعادل اياب وكنت انت متقدم، عديت مرحله صن داونز ووصلت للدور نصف النهائي قدامك الترجي التونسي. الترجي التونسي في 2018 هو فاز بدوري ابطال افريقيا على حساب الاهلي في ظروف ومباراه كلنا عارفين احداثها،
فكان تحدي عند الجميع. بس عشان تواجه الترجي التونسي مباراة مش سهلة. الترجي التونسي في المجموعة اللي معاه تأهل بأريحية وكان صاعد أول مجموعة، والموضوع بالنسبة له كان مجموعة كانت بالنسبة له سهلة، كسب الزمالك رايح جاي، كسب مولودية الجزائر، أو كان معاه كان معاه مولودية الجزائر، كان مباراة الأخيرة مع تونجيت السنغالي ما كانتش هتفرق كتير معاه، فبالتالي كان محتاج يعني كانت البطولة بالنسبة له والمجموعة بالنسبة له كانت مجموعة سهلة فتأهل. لكن لما يجي لعب الأهلي المباراة كانت صعبة، كسبت في تونس رغم الظروف اللي حصلت ودخول الجمهور والأحداث اللي حصلت، كسبت 1-0 وجيت هنا كسبت 3-0 ورديت النتيجة اللي كانت حصلت معاك في نهائي 2018. إذا المشوار ما كانش مشوار سهل، المشوار كان مشوار صعب جدا. ده كان بالنسبة لمشوار الأهلي عشان يوصل النهائي كانت خطوات صعبة جدا. طيب مشوار كايزر تشيفز، بس قبل ما ادخل على مشوار كايزر تشيفز، في كواليس في الطياره ولقطات في الطياره كده ما ينفعش تعدي قفشه. صفحه الاتحاد الافريقي قبل الماتش ب 24 ساعه كانت جايبه الصوره القفشه وهو بيحلم بالبطوله العاشره. الصوره بقت على ارض الواقع، صوره واقعيه على فكره، الصوره دي والله يا جماعه واقعيه مش فوتوشوب ولا صوره يعني متاخده من صوره موقع الكاف او يعني كانت معموله كاريكاتير قبل الماتش بيوم، لا دي صوره واقعيه. قفشه بقى خلاص القضيه وبيحتفظ بالكاس والبطوله العاشره، واحلام سعيده لنجم القضيه ممكن مع النادي الاهلي والفوز بالبطوله العاشره. صور دي من الصور التاريخيه اللي بنحتفظ بيها اكيد خلال السنوات الجايه زي ما احتفظنا بصور لنجوم وبطولات. طيب في لقطه تانية برضو معانا من الطياره، كهربا بيكلم مؤمن زكريا واللعيبه. الله، مؤمن زكريا دايما موجود في بالنا وبنتكلم معاه على طول، قدامنا هو مؤمن زكريا بيتكلم على اللعيبه، وكان سر وروح الانتصار في التسعه وموجود دايما مع اللعيبه في العشره. ومؤمن زكريا من اللعيبه اللي عاشت جوه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتحبه جدا، ومتواصل دايما مع اللعيبه ومع الجهاز ومع الاداره، حاضر مع اللعيبه، هو موجود مع كهربا بيتكلم مع كهربا، ولعيبه الاهلي بتحتفل مع مؤمن زكريا وبمؤمن زكريا في البطوله العشره، زي ما سلمنا كاس البطولة التاسعة اللي كان تحدي للكل انه يكون مؤمن بيحتفل مع الاهلي وبيسلمه البطولة التاسعة. ان شاء الله باذن الله مؤمن زكريا يرجع بسرعة الفترة الجاية، ونطمئن عليه ان شاء الله ان مؤمن زكريا من اللعيبة بغض النظر عن الكورة، مؤمن من اللعيبة الجدعة، اللعيبة الرجالة اللي ان شاء الله باذن الله نطمن عليه ونشوفه قريب جدا في الملعب. طيب ده كان مشوار الاهلي في البطولة. هل مشوار كايزر تشيفز كان مشوار سهل؟ هل فريق كده وصل بشكل يعني محدش كان يتوقعه؟ في فرق واجهها كانت هي الاحق بالوصول للفاينل وكانت مرشحه زي فريق الوداد. لكن لو تبص على دوري المجموعات او قبل دوري المجموعات، كايزر تشيفز في الدور ال 32 اقصى بريمير دو اغسطو، اول اغسطس الانجولي من دور ال 32، ودي كانت نتيجه مفاجاه للكل ان اول اغسطس دايما موجود في دور المجموعات وبيوصل سيمي فاينل. كايزر تشيفز طلعه من دور ال 32 في دور المجموعات، وصل لاخر مرحله وكان بينافس مع حوريا كوراكري الغيني اللي دايما بيصل لدور الثمانيه وقدر يقصيه بسبب المواجهات المباشره. فوصل واجه سيمبا في دور الثمانيه، كسب سيمبا 4-0 في جنوب افريقيا، خسر في لقاء العوده ب3، لكن كان عامل نتيجه كبيره في لقاء الذهاب وعامل حظوظ معينه او نتيجه معينه تامن له التاهل لمرحله الدور نصف النهائي. الدور نصف النهائي النتيجه نفسها مفاجاه، لان الفرص والاهداف واللقطات اللي كانت موجوده في المباراه، لا الوداد هو اللي بالتاكيد يتاهل، لكن قدر كايزر تشيفز يعمل مباراه دفاعيه قويه جدا عشان يتاهل للمباراه النهائيه. تيجي بقى للمباراه النهائيه، انت قدام النادي الاهلي، وطالما انت قدام النادي الاهلي ما تقدرش بقى تقول ساعتها اصل الاهلي كسب 3 فالمباراه سهله، اصل الاهلي كسب 1 فالمباراه كانت صعبه. قدام النادي الاهلي النتيجه والاداء قدام الاهلي محتاجه منك شغل كبير، فبالتالي الفوز كان فوز منطقي وكان فوز عريض، والمباراه كانت صعبه ما كانتش سهله، والبعض كان بيحاول يعمل تنويم مغناطيسي لفريق الاهلي واللعيبه قبل المباراه ان المباراه سهله والبطوله سهله وما تقلقوش وانتوا ضامنين البطوله. كل الكلام ده كان غلط، واحنا هنا في قناه الاهلي تعاملنا مع الملف ده بشكل مهني كبير جدا عشان نوصل للناس رساله ان البطوله صعبه ودي اصعب مباراه للاهلي في الموسم، وبالفعل الكل كان على قدر الحدث وخد المباراه بجديه، وعشان الاهلي خد المباراه بجديه ظهرت النتيجه والاداء بالشكل اللي انتم شفتوه. لكن لا البطوله كانت سهله ولا الفاينل كان سهل، البطوله اصعب مما تتخيلوه،
والبطولة فيها مشوار ومطبات صعبة جدا، مش هيحس بالمطبات وبالصعوبة دي إلا البطل اللي متعود دايما على البطولة. شريف ومروان محسن ومحمد شريف طبعا هداف 6 أهداف، ومروان محسن وعدد من اللقاءات طبعا هنشوفها مع زمايلنا بالتأكيد عاقب المباراة، ووصول الأهلي الحمد لله النهاردة في مطار القاهرة بعد الفوز بالبطولة 10. طبعا بنحمد ربنا على البطولة، يمكن احنا من اول بطولة تعبنا جدا، كان هدفنا اللي احنا نحافظ على البطولة، خدنا عهد على نفسنا بعد كاس العالم للأندية اللي احنا لازم نيجي نلعب كاس عالم تاني. الحمد لله ربنا كرم، ومبروك لجمهور النادي على البطولة. بطولة غالية في وقت صعب جدا، في توقيت صعب جدا، وخارج ارضنا كمان، لكن يحسب للعيبة والجهاز الفني على التحضير الجيد جدا. الهدف انا عارف طبعا النجم هو النادي الاهلي، لكن الهدف بيمثلك ايه في نهائي دوري ابطال؟ طبعا ان انت بتجيب جون في نهائي دوري ابطال اوروبا ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي شخصيا، بحمد ربنا عليها، وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلها بطولات باذن الله ان شاء الله. مبروك حبيب مارو الجميل، مبروك يا مروان، واكيد الكل طبعا بيبارك للعيبه والجهاز ومجلس الاداره، الكل اشتغل والكل اجتهد، بطولتين ورا بعض، بطوله افريقيه بعد غياب سنين يا مروان، ده يعني مجهود كبير جدا بيحصل لك، حابب تقولي على البطوله وفرحتك بتمثل؟ الحمد لله، ببارك لجميع النادي الاهلي، وببارك مجلس الاداره كله، وببارك لعيبه الرجاله، لعيبه الرجاله كلها، وببارك للشيف طبعا على المستوى الجميل اللي هو بيقدمه في البطوله، طبعا ربنا يكرمه دايما ومزيد ان شاء الله مع المنتخب باذن الله الفتره الجايه، والحمد لله على البطوله الغاليه دي، الواحد مبسوط جدا، واللعيبه كلها كانت رجاله، وببارك لجمهور النادي الاهلي. الروح الكبيره اللي بينكم يا مروان هي دي سبب الفوز، النجم النادي الاهلي، لكن اوضه اللبس دي ليها سر كبير جدا مع لعيبه النادي. طبعا النجم هو النادي الاهلي، طبعا كلنا بنلعب لمصلحه النادي الاهلي، واللعيبه كلها على عهد على كده من بعد كاس العالم، الحمد لله كنا على عهد على هذا العهد، الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله، وبارك للعيبه دي، وان شاء الله بنزيد من البطولات. خد صلاح بقى، صلاح محسن يا رب يوفقك في طوكيو الاول، انا بتمنى لك كل التوفيق في الاولمبياد ان شاء الله. لكن قبل ما اكلمك على الاولمبياد يا صلاح، بطوله مهمه وعندكم اصرار كبير عليها، وقطعنا مشوار كبير جدا في ظل صعوبات وضغوطات كبيره جدا، اللحظه دي بتمثل لك ايه، والميداليه دي بتمثل ايه لصلاح محسن؟ الميدالية دي مثلت معايا مرتين ان شاء الله، يعني الفترة اللي جاية مزيد منها ان شاء الله، وربنا يكرمنا دايما، احنا تعبنا في البطولة وربنا يكرمنا دايما في البطولات اللي جاية، واحنا مجتهدين جدا ربنا يكرمنا ان شاء الله، واللعبة كلها رجالة، مش هقدر اقول ان هم رجالة، هم وعدنا بعض وعدنا بعض وعدنا بعض، اللي احنا ربنا يكرمنا والحمد لله انا ربنا كرمنا النهاردة، يعني اللعبة كلها رجالة. مصر بتفرح دلوقتي، انت مش متخيل مصر عامله ازاي دلوقتي، النادي الاهلي هو سبب فرحه الشعب المصري. طبعا ضغوطات كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، لان انتوا بتبقوا سبب فرحه الشعب المصري. الحمد لله، انا زي ما اقول لك كلها لعبه كبيره وكلها على قد المسؤوليه، اللعيبه اللي موجوده تعبنا كتير في البطوله، وتعبنا كل لاعب في الفريق تعب، وربنا كرمه واجتهد عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، وجمهور الجمهور العظيم اللي ساندنا كذا مره وساندنا دايما باستمرار، والحمد لله يعني قدرنا نحقق البطوله يعني. طوكيو الحمد لله، طوكيو الاولمبياد ده حلم تاني وقصه تانية خالص، انا عارف ان انت خلاص بقى هتبدا تخش بدوافع جديده وتركيز كبير، كلمني على الاولمبياد واختيار صلاح في الاولمبياد طوكيو، كلمني على الامور ده صلاح. الحمد لله طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الاولمبياد، احنا مسافرين بكره الساعه 12، ربنا يكرمنا ان شاء الله، واحنا ان شاء الله يعني احنا مركزين ان احنا نعمل حاجه في البطوله ديت، وان شاء الله يا ربنا يكرمنا، وكابتن شوقي غريب مدرب كبير طبعا، واي حد يبقى موجود بيدي دفع للفريق، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. العشرة في الاهلي، محمد شريف امبارح كان بيحتفل بالهدف السادس ليه، محمد شريف هو هداف دوري ابطال افريقيا ب6 اهداف. محمد شريف امبارح هو بيحتفل بالهدف كان بيحتفل كمان بمولوده الجديد شريف، محمد شريف الف مبروك يا محمد، ويتربى في عزك ان شاء الله، ووشه حلو عليك، وقدم الخير عليك يا رب باذن الله، وباذن الله احنا منتظرين منك الكتير كمان الفتره الجايه، لانك ان شاء الله باذن الله قادم بشكل قوي جدا، وهتكون هداف مصر الاول خلال الفتره القادمه. محمد شريف من اللعيبه لما جه النادي الاهلي الكلام ده من حوالي سنتين كان عنده هدف وعايز يلعب، وما خدش الفرصه وقتها، خرج اعاره وقال هرجع وهبقى هداف الفريق وهبقى هداف المنتخب، وبالفعل التحدي ده انا بحبه جدا في اللاعب اللي بيجي يلعب في الاهلي، وحتى لو ما فيش الفرصة المناسبة ليه بيطلع إعارة ويرجع عايز يبقى هداف الفرقة ويكون لعيب أساسي في الفرقة. ده حصل مع محمد شريف. محمد مجدي قفشة لما كان في بيراميدز برضو من اللعيبة ما خدش حظه بشكل كويس، وما كانش بيشارك وحارب على فكرة أنه ينتقل للأهلي. أنا بحب دايما اللعيب اللي يكون عنده التحدي وإصرار
وتحدي الذات حتى من نفسه ان هو يكون موجود في النادي اللي بيمثله او النادي اللي هو شايف طموحه فيه ويلعب معاه بشكل جيد جدا. برضو من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها وبحب اسمعها محمد الشناوي. محمد الشناوي نفس تجربه محمد شريف على فكره. محمد الشناوي احد الحراس الناشئين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي في فتره من الفترات وما كانش ليه فرصه المشاركه بشكل اساسي وخرج فتره سواء للاعاره وبعد كده الاهلي استغنى عنه ولعب في العديد من الانديه وبعد كده رجع محمد الشناوي لحراسه مرمى الاهلي في 2016. محمد الشناوي رجع وبقى حارس الاهلي الاول وبقى حارس منتخب مصر الاول وهيكون حارس منتخب مصر الاولمبي في دوره طوكيو ان شاء الله. بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي يعمل نتائج طيبه في مباريات البطوله في دوره طوكيو الاولمبيه. فبالتالي بحب التحدي اللي عند بعض اللعيبه والتحدي ده دايما بشوفه في اللعيبه اللي عايزه تيجي تلعب في الاهلي لان هي طموحها تحقق بطولات مع النادي الاهلي والتحدي ده بيكون رهان والرهان ده بيكسبه في الاخر. محمد الشناوي على مدار سنتين من اول كاس العالم ومونديال روسيا لغايه اللحظه بنتكلم فيها عامل مباريات ممتازه، عامل تصديات طوالة اروع، اكتر كلين شيت في مباريات افريقيا، في مباريات الدوري، حارس مصر الاول، الكل بيتكلم على القفاز الذهبي مع محمد الشناوي. تعالوا نسمع ونشوف الشناوي بيقول ايه بعد مباراه الامس وازاي بيستعد خلال الساعات الجايه للسفر لحلم جديد وبطوله جديده ومشاركه جديده لحارس مرمى مصر لم تتحقق مع اي حارس مرمى، مشاركه في كاس العالم، مشاركه في اولمبيات. محمد الشناوي شنو حارس مرمى مصر والنادي الاهلي. سد العالي يمكن انا قلت كلمتين، قلت سهل تبقى حارس مرمى لكن صعب تبقى الشناوي، ده مش كلامي ده كلام جمهور النادي الاهلي لان في كابتن الفرقه وشارك كابتن الفرقه دي كبيره جدا يا شناوي، مبروك ليك ومبروك للعيبه، المجلس الاداره مجهودكم باين واصراركم كان باين جدا في هذه البطوله. حابب تقول ايه للشعب المصري اللي بيفرح دلوقتي في شارع في كل شوارع مصر؟ اكيد طبعا، بس موضوع ان انت تبقى شناوي دي انا ما بحبهاش خالص بصراحه. لا 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 لا, لا. هو براحته الجمهور يقول له عايزه، بس انا واحد من الفرقه وكلنا واحد وكلنا لعيبه زي بعض، ما فيش واحد مميز عن التاني، كلنا زي بعض وكلنا اخوات في الاول وفي الاخر. وبقول للجمهور الف مبروك زي ما وعدناكم، جبنا العشرة كانت التاسعة وبعدين العشرة الحمد لله، وخدنا السوبر الافريقي وخدنا الدوري وان شاء الله نفكر في الدوري اللي جاي ونفكر في البطولات الجاية واحدة واحدة زي ما احنا ماشيين. اللعيبة دي تستحق ان هم ياخدوا ويعملوا تاريخ لنفسهم. وببارك للجهاز الفني وببارك للإدارة بصراحة، كل حاجة متوفرة للجهاز الفني وللعيبة، ببارك لهم بقول لهم ألف مبروك على العشرة، ما بتجيش إلا بتعب وما بتجيش الا بشغل. واللعيبه دي بصراحه اشتغلت واللعيبه دي اجتهدت مع الجهاز الفني مع الاداره، كل واحد والعمال اللي عندنا في النادي والجهاز الطبي كله والاداريين بكل الناس عشان ما انتش حد باللعيبه، بصراحه الناس كلها بتتعب عشان كده بنوصل للاخر ناخد بطوله، دي اهم حاجه عندنا. وبقول للجمهور الف الف مبروك وان شاء الله نفكر في اللي جاي. كانت بطولة صعبة ولعبنا فرقة صعبة، ومع انا زي ما بقول على طول اللي عايز ياخد البطولة ما يفكرش هيلاعب مين، احنا الحمد لله لعبنا اقوى فرق في البطولة، لعبنا سان داونز، لعبنا الترجي، كنا في المجموعات معانا فرق كويسة جدا، بس الحمد لله ربنا بيكرمنا عشان اللعيبة دي مخلصين واللعيبة كلهم بيحبوا بعض، ده أهم شيء في المنظومة، أهم حاجة أنت لعيبتك تبقى عاملة إزاي، بيخافوا على فرقة النادي ولا بيحبوا بعض ولا ما بيحبوش بعض، ده أهم حاجة عندنا. الحمد لله الفترة اللي فاتت أنا معايا ثلاثة فرق كبار ساعدني بجد، ايمن وسعد ووليد وسلية وعلول، اللعيبه كبار كلها بصراحه، عشان كده احنا ما فيش حاجه اسمها كباتن، احنا كلنا زي بعض، ده اهم حاجه عندي واهم حاجه عند اللعيبه. واقول لهم الف مبروك واللي جاي يكون احسن ان شاء الله. الشناوي قيمه الكابتن محمود الخطيب وتواجده في المواقف الصعبه دي انا عارف ان مردودها بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا، وهسالك على الاولمبياد بقى، لكن تشوفك وجود الكابتن محمود الخطيب معاكم ازاي في ثاني بطوله على الدوري؟ اكيد اكيد، انا زي ما بقول لك زي ما احنا بالظبط كلاعيبه كبار ولاعيبه صغيره مفيش فرق بيننا. الكابتن بصراحه اخونا، يعني مش عايز اقول اب لينا، اخ اكبر واب لينا، وعلى طول موجود معانا وعلى طول مساندنا وعلى طول حاسس بالمسؤوليه. انت كلاعيب لما تلاقي الجهاز بتاعك مركز، تلاقي رئيس النادي بتاعك مركز، غصب عنك تلاقي الجهاز مركز، تلاقي لعيبتك مركزه، دي ده النجاح. عشان كده بجهاز بالاداره كابتن محمود بادارته كلهم مركزين، كلهم عايزين حاجه ومركزين مع الفرقه، الجهاز مركز، الجهاز مركز مع الفرقه، عشان كده بتيجي واحده واحده. والحمد لله بقول له طبعا قيمه كبيره، وما اقدرش يعني الناس كلها عارفه قيمه الكابتن محمود الخطيب مع الناس الاداره اللي موجوده معاها، طبعا يعني شرف لينا كلنا ان هو يكون موجود، وحاجه كبيره بالنسبه لنا. وبقول له الف مبروك على التاسعه، والف مبروك على العشره، والف مبروك على السوبر،
وبقول لهم الف مبروك للاداره كلهم والف مبروك للجمهور والف مبروك للعيبه دي. اخيرا الاولمبياد طوكيو حلم تاني بدوافع تانيه بمجهود تاني تستحق كل خير يا شناوي الحقيقه، ويا رب ان شاء الله يوفقك في الاولمبياد. هتمشي الساعه 12 خلاص بقى وتبدا تخش في مرحله تانيه، شايف مشاركه الشناوي في الاولمبياد ازاي؟ طبعا بالنسبه لي شرف كبير جدا ان انا اكون موجود من الثلاثه الكبار اللي موجودين في طوكيو، معايا حجازي معايا الونش لعيبه كبار، وطبعا شرف ليا ان انا اكون موجود، والكابتن شوقي غريب طبعا بجهازه الفني كامل ان هو يديني الفرصه ديت، انا بشكره ان هو يديني الفرصه ديت، واكون على قد المسؤوليه معاه ونعمل حاجه كويسه مع اللعيبه المنتخب الاولمبي اللي هم ابطال افريقيا، لعيبه كويسه جدا، لعيبه عايزه تعمل حاجه في البطوله، وانا يا رب اكون اساعدهم مع حجازي ومع الونش بكل اضافه ليهم احنا رايحين عليهم. انا بقول له احنا بنقول له انا بقول لهم ان احنا جايين نساعدكم، ويا ريت نساعدكم، انتوا لعيبه كبار، انتوا اللي خدتوا البطوله وانتوا اللي وصلتوا للمكان ده، عشان كده احنا جايين نكون معاكم، احنا جايين ضمن المنتخب ونلعب باسم منتخب مصر، ما فيش حد بنلعبش باسم نادي ولا بتمنى باسم منتخب مصر، عشان كده احنا جايين ان شاء الله نضيف، وان شاء الله ربنا يكرمنا على قد المسؤوليه. انتوا لعيبه كبار والناس كلها اللي موجوده صبحي جاد اي حد يكون موجود لعيبه كويسه ولعيبه عمل بطوله كويسه صبحي وجاد والناس دي كلها بصراحه على اجوان كويسه جدا، يا رب اكون على قد المسؤوليه واساعدهم هناك، وان شاء الله ربنا يكرمنا. شرف لاي حد يكون موجود في طوكيو، الاولمبياد حاجه كبيره طبعا، ربنا يكرمنا ان شاء الله واكون على قد المسؤوليه بتاعت الكابتن شاوي وجهازه الفني، يعني الكابتن اسامه عبد الكريم طبعا اللي معاه مدرب الاجوان، ربنا يوفقني ويوفق اللعيبه ان شاء الله، ان هم لعيبه بصراحه لعيبه عمل بطوله كويسه جدا، عندها روح كويس جدا، يا ريت نكون على قد الروح ديت، وانا ضمن واحد منهم يعني. بس الله يبارك فيك، شكرا. انا هنا لاني في مكان الصحيح، انا هنا لاني الافضل، هو النادي الاهلي نادي القرن صاحب البطوله العاشره. زي ما اقول لكم يمكن في التغطيه الخاصه وبنتكلم في الارقام والاحصائيات والارقام القياسيه، عندنا ارقام كتير قوي. 10 دوري ابطال افريقيا، 8 في دوري ابطال افريقيا بالمعدل والمسمى الجديد للبطوله بعد استحداثها عام 97. الاهلي 3 مرات بيفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين متتاليتين، بنتكلم في 2005 2006 2012 2013 2020 2021. بنتكلم على 2 مدربين في النادي الاهلي حققوا الانجاز ده، مانويل جوزيه مع الاهلي 2005 2006 وبيتسو موسيماني 2020 2021. بيتسو موسيماني من المدربين القلائل اللي فاز بدوري ابطال افريقيا 3 مرات مع ناديين مختلفين، فاز مع صن داونز 2016 ومع الاهلي في 2020 و2021. بنتكلم الاهلي لعب 4 نهائيات في اخر 5 سنين، يعني ابتداء من 2017 لغايه 2021 الاهلي في الخمس سنين دول لعب 4 مباريات نهائيه، يعني انت موجود في الحدث الاخير والحدث الاكبر في 4 مناسبات في اخر 5 سنوات. ده شغل كبير ومجهود جبار على فكره، لم يحالفك التوفيق في 2017 و2018 وهكلم ليه في وقتها، لكن ربنا كرمك في 2020 و2021. بس عارفين بقى ليه وقتها؟ هو ممكن يكون عنصر، يعني مش عنصر اساسي بس من ضمن الاسباب اللي حصلت وقتها، كانت المشاكل التحكيميه في افريقيا كانت كبيره جدا، واللي حصل في التحكيم في افريقيا خلال الثلاث سنوات السابقه او تحديدا من 2017 لغايه 2020 وبدايه عهد جديد للكره الافريقيه، النادي الاهلي اتضرر ضرر كبير جدا، والنادي الاهلي على المستوى التحكيم الافريقي للاسف كانت فيه قرارات واخطاء تحكيميه اثرت بشكل كبير في مشوار الاهلي في افريقيا، و بطولات كانت من حق النادي الاهلي فازت بيها فرق اخرى بكل صراحه. لكن لما طبقت تقنيه الفيديو وشفنا بروتوكول الفار وشفنا الحكام المصنفين المميزين في القاره الافريقيه موجودين في النهائيات اخر سنتين، الوضع اتغير. شفنا نهائي دوري ابطال السنه اللي فاتت مصطفى غربال الجزائري، شفنا فيكتور جوميز بيحكم للاهلي في تونس وده ما كانش بيحصل قبل كده، شفنا فاينل افريقيا رضوان جيد في الفار في مباراه الترجي وفي مباراه نهائي افريقيا، وشفت الفار ازاي دوره الايجابي في تحقيق العداله في بعض الكرات اللي كانت ليها سبب رئيسي في العداله في مباريات الاهلي في افريقيا. عشان كده عنصر كان مهم ساعدك مع مجهودك تفوز بالبطولات الافريقيه، لكن انك توصل لاربع نهائيات في 5 سنوات ده رقم قياسي مفيش فريق حققه قبل كده. التكريم اللي قدامنا على الشاشه ده تكريم مش جاي من فراغ، ده تكريم على شغل ومجهود
سنين شغل ومجهود، برنامج عمل الكل كان بيشتغل عليه، مجلس إدارة، لجنة تخطيط، قطاع كورة، أجهزة فنية، لعيبة، أجهزة طبية، عمال غرف خلع الملابس، الأجهزة المعاونة، ما نقدرش ننسى دورهم، دورهم مهم جدا مع الفريق. بقول لكم حتى الشيف الطباخ اللي بيسافر مع الفرقة دوره لا يقل عن دور أي حد في عنصر داخل الفريق. كمان المسؤول المهمات والتعقيم في ظل جائحة كورونا، الترتيب لرحلات طيران خاصة في كل الرحلات الإفريقية، الجائزة 2.5 مليون دولار، لكن انت ممكن تكون صارف قدها مرة واتنين. ليه؟ انت في النهاية عشان بتسعد في النهاية الشعب المصري وبتسعد جمهورك. فالتكريم في النهاية مش بالبطولة بس، التكريم في النهاية على مجمل أعمال انت بتشتغلها عشان في النهاية الجمهور يقول لك شابوه على الشغل، شابوه على الثقة، شابوه على الاختيار. والاختيار حطه تحتيه 100 خط. من أول يوم اختيار بيتسو موسيماني كان عنده ثقة كبيرة جدا، الاختيار ده هيكون اختيار عبقري بالنسبة للفترة الجاية، والحمد لله نجحت هذه الفكرة وكان قرار صائب في توقيت مهم، والحمد لله بنحصد خلال هذه الفترة نتائج هذا الاختيار. الحمد لله النادي الأهلي وصل، وزي ما انتم شايفين على الشاشة الفرقة الحمد لله وصلت بسلامة الله لأرض الوطن، حققت الهدف دوري أبطال إفريقيا البطولة العشرة، وبإذن الله نستعد بقى لكاس العالم للأندية ولسوبر إفريقيا مع الرجاء المغربي بعد شهرين. بشكر حضراتكم، وكنت سعيد جدا اللي كنت موجود معاكم في حدث استثنائي زي ده، تغطية خاصة لوصول بعثة النادي الأهلي. كنت معاكم لما البعثة رجعت من الدوحة بعد البرونزية، والنهاردة معاكم بعد الفريق ما رجع بالبطولة العشرة. إن شاء الله بإذن الله دايما أيامنا كلها بطولات، ودايما جمهور النادي الأهلي هيكون سعيد وفرحان، لأن الجمهور ده يليق بيه بالفعل أنه يسعد بفرقته وبناديه دايما بعد حصد كل بطولة وكل انتصار، وكل قرار بيكون وراء انتصار. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بإذن الله في تغطيات أخرى في الفترة القادمة إن شاء الله مع بطولات وإنجازات دائما إن شاء الله داخل النادي الأهلي.